يا صباح الخيرات على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يومكم جميل بإذن الرحمن، وبرحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، صباح الهنا والخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم بيتكلم، يوم جديد وأخبار أكيد جديدة وضيوف طبعا جديدة. وخلينا نبدأ ب يعني كلام قبل أي حاجة. طبعا أنا عايزة أعزي الفنانة الجميلة يعني ريهام عبد الغفور في وفاة طبعا الفنان الكبير والدها بالأمس، لأن في شخصيات كده يعني بتأثر فينا بشكل كبير. أعتقد هم عيلة كمان يا كريم فنية محبوبة جدا. هو توفي أمس، محدش عارف السبب، كان ليه علاقة بالشبورة اللي كانت موجودة، اللي كانت بنسبة غريبة جدا امبارح بصراحة، ولا الموضوع كان ليه أبعاد أخرى. بس على كل حال طبعا البقاء لله. وموضوع الشبورة ده كان غريب جدا. أنا معرفش، أنا مش عارف قوي يعني إلى أي درجة كانت الشبورة حاضرة. أنا مش عارف الساعة كام بالظبط، بس هو حادث سير في كل الأحوال. وبطبيعة الحال فقدنا فنان كبير وقيمة وقامة وتاريخ طويل وعريض. طبعا فنان أشرف عبد الغفور واحد من الفنانين اللي يشار إليهم بالبنان، وطول عمره الحقيقة مقترن دايما اسمه بالاحترام، إلى جانب الإجادة في الأداء، وإلى جانب طبعا أنه كونه كان قاسم مشترك في كتير جدا من الأعمال المهمة المحترمة في تاريخ مصر يعني الفني. لكن الحقيقة يعني ناس كتير جدا جدا كمان افتقدته كأب، أنه هو كان بيمثل الأب في كتير جدا من هذه الأعمال. يعني ربنا يرحمه يا رب برحمته الواسعة، وينير قبره ويجعله روضة من رياض الجنة. خالص تعزينا طبعا للفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور والأهل بيت الفنان الكبير أشرف عبد الغفور. بالنسبة بقى الشبورة، أعتقد هي كملت للنهاردة الساعات الأولى وإحنا جايين طبعا في الطريق، كانت الشبورة صعبة جدا. دكتور منار امبارح طبعا كانت بتقول لنا على هذا الموضوع، بس أنا ما توقعت شوية بتتكلم امبارح في التليفون على اللي هيكون في شبورة هتكون بهذا الشكل. يعني امبارح تقريبا من الساعة 11 بالليل لغاية بقى الفجر الشبورة كانت صعبة جدا. مش مثلا شبورة جامدة يا كريم، هو ما فيش رؤية، يعني ما فيش رؤية تماما. أنا امبارح كنت مروحة بجد انت مش شايف حاجة، ومفيش حد جنبك ومفيش حد حواليك، طرق صعبة جدا. والنهاردة الصبح برضو احنا جايين الشغل كان شبورة جامدة، ربنا طبعا يسترها، لان في ناس بتبقى مسافرة بطبيعة شغلها، في ناس بتضطر ان هي تسوق مسافات طويلة جدا، في ناس بيبقى مودين اولادهم في باص المدرسة، كل ده بيبقى مقلق جدا او بشكل كبير. فربنا يسترها طبعا، لكن لازم نخلي بالنا كويس، ولازم حضراتكم تتابعوا سواء عندنا في 10 الصبح في الاهلي او في اي يعني منبر اخر الاحوال الجوية يوم بيوم، هل في شبوره اليوم ده ولا لا، عشان برضو مهم جدا. الشبوره امر مش سهل ابدا، عامل يعني ما هوش سهل ابدا، ولا قدر الله يعني على اثره بيبقى في حوادث كتيره. فنخلي بالنا على قد ما نقدر. على كل حال نبدا بقى وننوه عن الفقرات اللي معانا. الفقرات اللي معانا كالعاده في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هيكون معانا فيها دكتور باسم محمد تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، والفقرة الثانية هينورنا فيها كابتن جمال السيد نجم النادي الأهلي السابق. وطبعا دي الفقرة اللي هنتكلم فيها في حديث كروي مطول. تعالوا ندخل في أجواء حلقتنا النهاردة ونبتدي معاكم بظاهرة غريبة حبتين حصلت في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ونقدر نقول على الجولة دي إن هي جولة تعثر الكبار إنجاز التعبير. ناس كتير شافت إن تعادل النادي الأهلي خارج ملعبه مع يانج أفريكانز اللي هو وصيف البطولة الكونفدرالية هو أمر سلبي، ومش شويه اللي شايفين كده، ناس كتير شافوا كده. لان الحقيقه يعني دايما بنتفق على فكره ان احنا مش بنفرح قوي بنتيجه التعادل، غير هنقول بشكل استثنائي في ظروف معينه او مع انديه معينه. الملاحظ بقى في الجوله الثانيه ان معظم الانديه الاتقل الاهم المرشحه للقب او اضعف الايمان مرشحه للوصول للادوار النهائيه من هذه البطوله تقريبا كلهم بدون استثناء جاءت نتائجهم عكسيه تماما لكل التوقعات. من اول خساره الترجي امام الهلال السوداني، بعدها فوز ميدياما على شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، بعدها فوز مازيمبي على سان داونز، والمفاجاه الكبيره كانت في خساره الوداد المغربي للمره الثانيه بهدف امام اسك العاجي، وقبلها طبعا كان خسران في الجوله الاولى من جالكسي. فحاجات غريبه، وكمان طبعا النجم الساحلي خسر من بيترو اتلتيكو الانجولي. ده بياكد كلامنا ان مفيش فريق سهل خلاص. كل الفرق اللي بتشارك في هذه البطوله كون ان هي وصلت اصلا لهذه البطوله فاحنا بنتكلم على فرق قويه، مفيش فريق سهل في هذه البطوله. ودينا شفنا نتائج كل الفرق الكبيره عشان يعني كانت عامله ازاي في الجوله الثانيه. واضح كده ان احنا بصدد المزيد من المفاجآت الفتره الجايه ان شاء الله.
بص، هو الموضوع غريب، وقلنا الكلام ده برضو يعني اعتقد في بدايه الاسبوع اللي فات، وده اللي بيخلينا نتعامل برضو مع كل فريق بمنتهى خلينا نقول الجديه. يعني دايما انت بنشوف ماتشات مع الاهلي، الاهلي المنافس دايما بيحترم النادي الاهلي، بيبقى عامل ليه قيمه كبيره جدا. الاهلي اكيد بيبقى بيحترم كل المنافسين، سواء المنافس بتاعه بعيد. شكرا. مش عارف انا لقيت نفسي قاعد فاضي، الورقه طارت، ايدي فاضيه، قلت بسرعه انزل اجيبها. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين اكيد بيحترم كل المنافسين، ودي حاجه مش هنقعد نقولها كل مره، بس من فتره لفتره لازم يعني نشير اليها. لكن بيكون واضح جدا، انت بتلاقي يعني مثلا فريق لسه حديث المشاركه، تلاقي ان هو بيتعبك في الملعب، باللفظ ده بيتعبك في الملعب، عشان التكتل الدفاعي اللي بيكون عايز ان هو عن خلاله يحمي المرمى بتاعته، عايز يبقى مركز جدا مع خطوات النادي الاهلي. بالنظر كمان لو رحنا للجوله الثانيه واكمل كلامك في دور المجموعات والنتائج، هتلاقي برضو التغييرات الموجوده كلها بتقول ان انديه شمال افريقيا تحديدا معظمها حصل ليها تعثرات، وده امر عليه علامه استفهام بصراحه بالخساره في الجوله دي تحديدا، باستثناء طبعا التعادل اللي حصل النادي الاهلي واللي كان متقدم بهدف لغايه الثواني الاخيره، وبعد كده يعني عوامل كتيره جدا كانت موجوده. لكن على كل حال فعلا زي ما انت بتقول، الموسم ده غير متوقع، الموسم ده مختلف، وانا بحب الحاجات اللي مش متوقعه بالمناسبه، بتدي متعه. يعني لما تبقى انت داخل وشايف انه في بعض مثلا سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي، في بعض الفرق انت فاهم او معتقد ان هي هتكون في رانك معين، في ليفل معين، في مستوى فني معين، وبعدين تفاجئك، ده بيدي متعه، انا بشوف كده. فعلى كل حال احنا نتمنى المتعه دي ما تبقاش مع النادي الاهلي. أيوة. مش عايزين نتفاجئ يعني، ممكن يستمتعوا بعيد طبعا. لكن طبعا مع النادي الاهلي مش عايزين يبقى فيه مفاجآت، عايزين دايما الاستقرار، عايزين دايما نحافظ على الصداره زي ما احنا متعودين، عايزين دايما نبقى في المقدمه، عايزين نحصد كل البطولات سواء على المستويات المحليه او العالميه او طبعا الافريقيه. فبالتوفيق يعني للي جاي، بس اللي حاصل انا مش شايفه ان هو مؤشر سيء حتى هذه اللحظه. يعني سيبك انت، انا قاعد مستمتع بالكادر ده اللي انت طالعه فيه باللوك المدرسي اللذيذ إيه ده بجد؟ اه والله، وجنب منك كمان مشاهد ولقطات حصريه طبعا من رحله عوده طبعا فريقنا من طبعا اخر مشاركاته خارج مصر. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. تعالوا بقى نروح لملف تاني، وهو قرعه بطوله كاس العالم لتنس الطاوله المختلط. المختلط بمعنى ان الرجال والسيدات هيلعبوا فيه مع بعض في فريق واحد. بتقام هذه البطوله في غالبا فتره، عشان بس ما اقولش تواريخ مش مظبوطه، هتقام امتى يا ست الكل؟ من 4 ل 10 ديسمبر الجاري ان شاء الله. لا الشبوره وصلت عندي، ما بقتش شايف. من 4 ل 10 ديسمبر الجاري طبعا، ووفقا لهذه القرعه يعني وقعت مصر بقى في المجموعه الثانيه بجانب منتخبات البرتغال والمانيا وسلوفيكيا. طبعا مصر كانت حققت وصافه بطوله مصر الدوليه لتنس الطاوله للناشئين والناشئات بعد الصين طبعا اللي كانت في اكتوبر الماضي لو حضراتكم فاكرين. حققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميداليه، بواقع 3 ميداليات ذهب و3 فضه و6 ميداليات برونزيه. كل التمنيات بكل النجاح والتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. صحيح. احنا هنتكلم في الرياضات المختلفه، خلينا دلوقتي نروح لبطلتنا هانيا الحمامي المصنفه الثالثه عالميا، اللي نجحت في التتويج ببطوله هونج كونج للسكواش. هنا قيمه الجائزه كان في ناس بتحب الحاجات دي، وصلت ل 190 الف دولار للرجال، وطبعا زيهم للسيدات، وده اللي خلى برضو يعني او خليها نقول بقيمه البلاتينم اللي هي اعلى فئه في بطولات السكواش طبعا، اللي من حضراتكم يعرف في هذه الرياضه. وفازت كمان هانيا في المباراه النهائيه للبطوله دي على المنافسه الامريكيه اماندا صبحي بنتيجه 3-0. كانت مباراه قويه جدا، وتقريبا اخذت من الوقت 10 دقائق. على كل حال بالتوفيق للي جاي، لان لسه في بطولات كبيره جدا، لكن مش غريب ان انت كل اسبوع تقريبا او كل بطوله بيبقى المهيمن فيها او المسيطر فيها هم ابطال مصريين، سواء على مستوى الرجال او السيدات، ده الطبيعي بتاعنا. بس نتمنى بقى مع ادراج السكواش في اولمبياد ان شاء الله لوس انجلوس بشكل رسمي 2028 يكون في نتاج لده. يعني احنا دلوقتي مسيطرين على العالم كله وعلى المستويين، لكن هل السيطره دي هتفضل مستمره لما يتم ادراجها في الاولمبياد ولا لا؟ ده طبعا هنعرفه وقتها يعني، بس نتمنى ذلك طبعا، لان وقتها كريم هيبقى في اجيال خلصت. فهي دي النقطه. بس انا بتهيألي برضو الناشئين عندنا بنفس المستوى مش اقل يعني. بصي، ملف السكواش هو اكتر ملف مطمئن، ونتمنى ان يبقى الوضع على ما هو عليه، بل ونتمنى ان يستنسخ هذا النجاح في كل الاتحادات الرياضيه المختلفه، لان احنا الحقيقه بنتكلم على قصه نجاح مدويه، احنا مش مجرد ناجحين في هذه الرياضه، احنا متسيدين الموقف على الصعيد العالمي.
رجال وسيدات، يعني حاجه طبعا رائعه. تعالوا بقى نروح لرياضه ثانيه وكره اليد تحديدا. عايزين نعرفكم من اتحاد كره اليد قرر ان المرحله الثانيه من دوري المحترفين محترفي كره اليد للموسم الحالي هتنطلق يوم 6 فبراير المقبل ان شاء الله، بعد ما ينتهي كل اللعيبه الدوليين من بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بالمناسبه هتستضيفها مصر ان شاء الله في الفتره من 17 ل 27 يناير المقبل على مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي. الجدير بالذكر ان بيتاهل الفائز باللقب في هذه البطوله الى دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. وعايز افكر حضراتكم ان الاهلي هو اللي متصدر جدول الدوري، اما عن مجموعه منتخب مصر في البطوله الافريقيه فبتضم غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل. بالنسبه لمنتخب مصر هنا هنتكلم طبعا وفيتوريا، هو عنده منافسات طبعا بطوله امم افريقيا وكلنا عندنا منافسات، مش هو بس ولا المنتخب بس، هي في كوت ديفوار ده هيكون يناير اللي جاي. طيب بالنسبه لاتحاد الكره هو عايز يوفر الاجواء طبعا المناسبه، وده يكون عشان تقدر ان انت تنافس بقوه، كل الامور تبقى عندك، لقب مهم جدا غايب كمان، واكيد في الاول وفي الاخر انت عايز يبقى عندك كل حاجه متوفره، تلبيه مطالب المدير الفني، كل حاجه تكون موجوده قبل طبعا البطوله. طيب فيتوريا عايز من الحاجات اللي طلبها ان هو يبدا معسكر البطوله من يوم 3 يناير، وانه يكون كمان في مباراه وديه مع منتخبات من نفس التصنيف او تصنيف تاني، اعتقد امر مشروع جدا. واتكلمنا عن النقطه دي قبل كده وقلنا مش طبيعي ان انت تبقى داخل على بطوله كبيره وانت مش جاهز كمان فنيا، ومش عامل اكتر من مباراه وديه مع مستويات كمان اعلى منك. لما انا ابقى عايز مستوايا او اتعود على الصعب لازم الاعب حتى وديين حاجات، او خلينا نقول مستويات يا شبه هي اعلى، لا يمكن ان انا انبسط وانا بنافس فرق اقل، يعني شفنا ده في المعسكرات اللي فاتت اعتقد ما اتتش ثمارها في المباريات بعد كده، ده كلام منطقي ما اعتقدش حد ممكن يختلف فيه. فيتوريا كمان طلب تقرير نهائي عن موقف احمد حجازي ومحمود الونش وموقفهم من الالحاق بالبطوله، خاصه احنا بنتكلم ان هم كانوا غابوا للاصابه يعني مؤخرا. طيب البطوله هتنطلق امتى؟ يوم 13 يناير لازم تقول لحضراتكم، وباذن الله نقدر باذن الله نقدر نحقق اللقب اللي غايب عننا من كام بقى؟ شويه حلوين 2010 طبعا. ونرجع نقول تاني لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر بترجع تاني تقول اصل احنا كنا، اصل انت كنت، لما تيجي تتكلم دايما عن النجاحات بتاعتك تقول اصل انا كنت، دي صعبه جدا، مفيش حاجه اسمها اصل انا كنت، انا ممكن اكون كنت بس انا فين دلوقتي؟ انا بقالي 13 سنه من 2010 مش موجود، في ناس بتقول لك انا بدور على منتخب مصر مش لاقيه. فللاسف الشديد بطوله غايبه من 2010 دلوقتي احنا اصبحنا الرقم القياسي او اصحاب الرقم القياسي بقي فوزا باللقب برصيد 7 ألقاب، فبتهيالي حقنا ومش بعيد عننا خالص، ومش حلم هنقول بقى نتمنى يصبح حقيقه، هو مش حلم اصلا، هو كان واقع سنوات كتيره جدا. فاعتقد اتس تايم زي ما بيقولوا، او ده الوقت بقى اللي بعد 13 سنه، ويمكن رقم على فكره بحب رقم 13 بالمناسبه، بس ما يكونش في حاله غياب منتخب مصر على منصات التتويج لان كده كتير الحقيقه 13 سنه كتير، يعني هيبقى اوفر، عارف في حاجات بتبقى ايه يعني، لا يعني تقول فيها لا بقى، عارفه في حال الكلام عن انديه في المنافسات المحليه ماشي، لكن منتخب مصر لا لا وضع لا تاني، صعب صعب يزعل صعب كل المصريين بغض النظر عن انتماءاتنا طبعا طبعا طبعا، خصوصا بعد النجاحات انت حققتها بشكل كبير برضه على مدار سنوات يا كريم. يعني تعالي نتعرف على مزيد من التفاصيل عن هذا الملف، معانا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. استاذ محمد صباح الفل واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك، اهلا بحضرتك. بدايه كده شفت ازاي مطالب فيتوريا المتعلقه بانطلاق المعسكر يوم 3 يناير ان شاء الله، ومساله اقامه المباراه الوديه مع فريق من نفس المستوى كحد ادنى؟ هو اكيد طبعا بالنسبه حتى لكلامكم انا اتفق معاك جدا، طبعا هي مطالب مشروعه لروي فيتوريا. يمكن الفتره اللي فاتت فيتوريا كان واجه منتخبات مميزه، منتخبات من التصنيف الاول في الجزائر وتونس، يمكن كان منهم خساره كمان من منتخب تونس في استاد الدفاع القوي. بعد كده لما سافرنا معسكر الامارات يمكن ده كان انجح معسكر لروي فيتوريا من اول ما جه مصر من شهر 9 السنه اللي فاتت، وهو المعسكر اللي واجه فيه زامبيا من التصنيف الثاني، منتخب قوي منتخب كويس قدر يكسب 1-0 في الدقيقه الاخيره. بعد كده مباراه الجزائر اللي هي مباراه قويه جدا وستظل مباراه قويه حتى المباراه وديه بكل نجوم الفريقين، وقدر المنتخب المصري كان متقدم والتعدي 1-1 ما بين مصر والجزائر، فده يمكن ادى دفعه بشكل كبير جدا لفيتوريا سهلت عليه مهمته قدام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كاس العالم الشهر اللي فات. فانا بشوف ان فيتوريا الفتره اللي فاتت يمكن ماشي على يعني وتيره كويسه بالنسبه لمنتخب مصر. يمكن الراجل بعد المعسكر اللي فات على طول قعد مع الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ومشرف على المنتخب، وهو راجل بيتعامل فقط مع حازم بالنسبه لاتحاد الكوره، واتكلم معاه على
طلباته لامم افريقيا. طبعا كان بالنسبه له صعب جدا انه ياخد فتره اكبر من فتره من 3 يناير لحد اول مباراه لمصر 14 طبعا بالنسبه لمباراه موزمبيق في كاس امم افريقيا. هو بالنسبه له كان صعب جدا ياخد فتره اطول من كده بالنسبه لماتشات الدوري، بالنسبه لماتشات كاس السوبر المصري الابطال تقام في الامارات في اخر شهر ديسمبر، بالنسبه لمشاركه كاس العالم للانديه كان الراجل يبقى صعب جدا ياخد فيها فتره اكبر من كده بالنسبه للاعداد. فالراجل طلب خلاص مفيش مشكله بالنسبه لي يوم 3 يناير يبقى اول يوم للمعسكر بوجود كافه اللاعبين، كل اللاعبين تكون موجوده. يمكن كان الكلام على المعسكر، طب انت حابه يكون بره ولا في مصر؟ ويقدر مثلا من بره ونطلع مره يعني مره واحده كده على كوت ديفوار. الراجل طلب قال لا خلاص المعسكر بشكل كبير جدا في مصر، والراجل حابب ان هو يلعبه في مصر، ولكن الراجل طلب طلب وحيد فقط وهو مباراه وديه يقدر يجهز من خلالها اللعيبه بدون يعني اصابات وبدون طبعا ان هو اجهاد على اللاعبين، خاصه اللعيبه انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي هتكون يعني راجعه من كاس عالم انديه وكاس سوبر مصر الابطال دوري ابطال افريقيا وقبلها دوري افريقي الممتاز، عدد كبير جدا من البطولات. ويمكن لعيبه النادي الاهلي هي اكثر اللاعبين المحليين المتواجدين، ويمكن حتى الفتره اللي فاتت دي نادي الزمالك يمكن ما فيهوش لعيبه كتير موجوده في منتخب مصر. بالنسبه للعيبه المحترفين ايضا بتتكلم محمد صلاح كل ثلاث ايام مباراه، النني يمكن ما بيشاركش مع ارسنال بشكل كبير، لكن بالنسبه لعمر مرموش بيشارك كل ثلاث ايام مباراه مع انتراخت فرانكفورت. بتتكلم على الكلام ده حتى لعب امبارح قدام كايساري سبورت، انت بتتكلم على عدد مباريات كبير جدا. فالراجل مش حابب ان هو يلعب ماتشات كتير وديه، وفي نفس الوقت مش عاوز يلعب ماتشات جامده. يمكن اتعرض على اتحاد الكوره ماتشات من اوروبا وماتشات من يمكن اسيا وماتشات من طبعا افريقيا، يمكن اتعرض عليه من افريقيا نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، الراجل رفض تماما. اتعرض عليه من طبعا من بره برضه، اتعرض عليه من اوروبا السويد، اتعرض عليه حتى منتخب زي اليابان، اتعرض عليه كوريا الجنوبيه، الراجل رفض تماما. قال دي كانت فتره وقدرت العب فيها قدام عادي جدا قدام بلجيكا، وقدرت اكسب بلجيكا في الكويت، لكن انا مش هقدر العب ماتش تاني قدام فرقه من بره افريقيا، انا عايز منتخب من التصنيف الثاني او الثالث في افريقيا. يمكن اترشح ليها منتخبات بالنسبه له، ترشح جنوب السودان تاني، ترشح تاني لايبيريا، ترشح تاني النيجر. الراجل قال لا بلاش، انا عملت تحفظ عليه لانه لعبهم قبل كده ماتشات وديه، الراجل حابب منتخبات تكون جديده، فترشح قدامه تاني غينيا، ترشح الكونغو، ترشح موريتانيا، ترشح جامبيا لمواجهه منتخب مصر في الفتره اللي جايه ماتش ودي، يقدر ان هو منتخب مصر يتعاقد مع منتخب منهم يجي يستضيفه هنا ويلعبوا مباراه وديه. الراجل قال برضه يمكن هتبقى افضل بشكل كبير جدا لو لعبنا منتخب موجود في امم افريقيا في الفترة اللي جاية من منتخبات التصنيف الثالث أو الثاني في أفريقيا. يمكن هيتم تنفيذ الطلب ده، أنت بتتكلم في طلب يمكن مش صعب بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم، وبالنسبة لي أنا شايفه إن هو طلب مشروع جدا، الراجل يقدر يجهز فيه لعيبته. يمكن الناس بتتكلم على حجازي وبتتكلم على الونش، يمكن الراجل خلاص خد موافقة يعني خد زي تأكيد من الدكتور محمد أبو العيلة على خلاص جاهزية أحمد حجازي للتواجد في أمم أفريقيا. وبالنسبة لفيتوريا خلي بالك أحمد حجازي هو رقم واحد في خط الدفاع مهما حصل، يعني مهما حصل بالنسبة لأحمد حجازي عنصر مهم جدا جدا سواء في الدفاع أو حتى في غرفة الملابس، وشفنا ده في الإمارات لما استدعاه إن هو بس يكون موجود في المعسكر كروح للاعيبة المنتخب الوطني في المعسكر الأخير في الإمارات. فعشان كده أحمد حجازي خلاص موجود، وممكن كمان المدير الفني. معلش يا أستاذ محمد أستأذنك، حضرتك بتتكلم بسرعة جدا والصوت واطي، بكره يا جماعه تعالوا عندنا. انت سامع كويس؟ انا تقريبا انت برضه زيي ها؟ مسموع. لا انا مش عارفه بقى هم سامعين كويس ولا لا. معلش يا جماعه علوا الصوت عندنا عشان احنا مش سامعين تقريبا. واستاذ محمد لو تتكلم بالراحه شويه، طبعا معلومات حضرتك كتيره بس انا مش عارفه الاحق، فاتفضل يا استاذ محمد. كده الصوت كويس؟ يعني لا علوا لنا كمان يا جماعه بعد اذنكم. اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. كده الصوت كويس؟ اتفضل. بالنسبه لحجازي خلاص يمكن اتاكد خلاص وجوده في امم افريقيا، يمكن الراجل الدكتور محمد ابو العيلة ده التاكيد خلاص لروي فيتوريا ان احمد حجازي موجود في امم افريقيا. يمكن احمد حجازي بالنسبه لفيتوريا هو رقم واحد في خط الدفاع، رقم واحد في غرف الملابس، الراجل بالنسبه له مهم جدا، وكان استدعاه في المعسكر الاخير في الامارات قدام الجزائر وزامبيا، حتى هو مصاب استدعاه يبص عليه ويشوفه ويطمن عليه ويقعد مع اللاعبين. حجازي خلاص تم التاكد ان هو جاهز، وهيلعب حتى مباراته مع اتحاد جده في دوري ابطال اسيا قدام اصفهان الايراني، الراجل خلاص موجود. الونش يمكن بيعمل عمليات تاهيل ولكن قدامه لسه شهر، فالونش برضه فيه يعني انباء جيده ان هو ممكن يلحق امم افريقيا بشكل كويس، مع بقى طبعا وجود محمد عبد المنعم. فانت بتتكلم خلاص على الثلاثي ده هو الاقرب للتواجد خلاص في خط الدفاع في امم افريقيا. بتتكلم بقى على الناس كلها بتتكلم على الازمه اللي حصلت او الثلاثه امام عاشور وحسين الشحات وطبعا ولعيب زي طارق حامد، هل هيكونوا موجودين في امم افريقيا ولا لا؟ انا بقول كلام مؤكد، مفيش نيه لفيتوريا لاستبعاد
اي لعيب من خلاص اي حاجه حصلت المعسكر اللي فات دي اتقفلت تماما بالنسبه لفيتوريا، الراجل ما خدش اي قرارات بالنسبه لاي لعيب، الثلاثه موجودين قدامه بشكل كبير جدا في القائمه الاوليه اللي حطها اللي بتضم 55 لاعب اللي هو هيختار منهم طبعا 27 للمشاركه في امم افريقيا، فالثلاثه موجودين في حساباته بشكل كبير جدا، اي حد يقول ان هم خرجوا بره حساباته هو ما عندوش معلومه. بالنسبه حتى لثنائي نادي الزمالك فتوح وصبحي الاثنين موجودين في امم افريقيا والراجل بيتابع استعداداتهم رغم حتى ايقافهم الفتره اللي فاتت، فالقصه بالنسبه للمنتخب منتهيه، الراجل مش هياخد لعيبه جديده، الراجل نفس القوام بتاعه خلال معسكراته اخر سنه ونص هو اللي موجود في امم افريقيا، الراجل مش هياخد ولا لعيب جديد طبعا الا لو في اي اصابه، ولكن الراجل ما بيفضلش تماما دخول اي عنصر جديد الفتره اللي جايه، يمكن في جلسه بعد بكره ان شاء الله مع الكابتن حازم امام هيحسم فيها المباراه الوديه قدام مين، واعتقد هتكون ان شاء الله بشكل كبير جدا قدام منتخب من التصنيف الثالث في افريقيا من طبعا المشاركين في البطوله الافريقيه اللي جايه ان شاء الله في كوت ديفوار، وانا بقى التوفيق لمنتخبنا يقدر ان شاء الله يحقق بطوله زي ما قلنا كده غايبه من 2010 وده بالزبط. يمكن وصلنا خلاص للفاينل مرتين في 17 والسنه اللي قبل اللي فاتت كنا خلاص قريبين جدا من اللقب، لازم بقى البطوله دي نقدر ان شاء الله نفوز بقى باللقب بيه. طيب استاذ محمد خليني اروح مع حضرتك لنقطه مهمه، لو انا هقارن هذا الموسم او هذه السنه بالموسم الماضي، طبعا اول حاجه السنه دي افضل بكتير لان انت عندك استقرار في الجهاز الاداري، السنه اللي فاتت طبعا اللي حصل من ثلاث مديرين فنيين لمنتخب واحد ده شيء غير مسبوق في العالم، خلينا نبقى متفقين، فده شق خلصنا منه فاحنا عندنا استقرار في الاداره، ده رائع جدا. الشق الثاني من وجهه نظر حضرتك ايه اللي ممكن نقول احنا افضل في استعدادا علشان لما اجي اقول انا ان شاء الله احقق حاجه مختلفه هذا العام، فابتدي اقول انا بتكلم بيزد على وقائع او مبني على وقائع كلامي، هل انا المعسكر بتاعي افضل، هل الاستعدادات للعيبه المختلفه سواء على مستوى المحترفين او المحليين افضل مثلا، هل في بشاير من وجهه نظرك مثلا تؤشر ان لا هذا العام خلينا نقول النسبه بتاعتنا للوصول لاعلى مثلا المستويات افضل، خلينا نفهم يعني خلينا نفهم من حضرتك. بالنسبه اكيد السؤال الاول الاستقرار بيبقى امر مهم جدا لتحقيق اي بطوله، وده حتى اللي مخلي مثلا النادي زي النادي الاهلي دايما بيبقى واقف على رجليه ودايما بيحقق بطولات ودايما بيكون اقرب لكل البطولات بسبب الاستقرار اللي موجود سواء في الاداره الفنيه او حتى في الاداره اللي بتدير النادي، فانت بتتكلم على الفتره اللي فاتت دي، لا روي فيتوريا يمكن من المدربين المحظوظين شويه بالنسبه لي، هو مدرب جامد جدا، فمحظوظ كمان ان هو لما جه منتخب مصر ما دخلش في معمعه بطولات زي اللي قبله، يعني زي كارلوس كيروش لما جه كان عنده تصفيات كاس عالم، كان عنده كاس عرب، كان عنده كاس امم افريقيا، كان عنده تصفيات كاس عالم في المباريات اللي هي الاقصائيه، كل ده اتلعب في ثلاث شهور، عكس روي فيتوريا، فيتوريا لما جه قعد سنه وشهرين مفيش مباريات رسميه قويه، يمكن لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي اهو، اول اختبار رسمي قوي هيكون في امم افريقيا، يمكن حتى تصفيات المؤهله لامم افريقيا كانت كلها ملاوي واثيوبيا، بتتكلمي على الفتره اللي فاتت اللي هي تصفيات برضه كاس العالم يمكن جيبوتي، سيراليون، بوركينا، كل المنتخبات دي مش المنتخبات اللي هي الاختبار اللي نقدر نقول عليه كاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، كل المنتخبات الكبيره في افريقيا يمكن احنا لسه ما واجهناش اي منتخب افريقي، عشان كده بنشوف ان استعدادات روي فيتوريا والاستقرار ده امر كان مهم جدا، ويمكن كمان معاها الحته اللي هو كان محظوظ فيها شويه انه ما دخلش في معمعه البطولات، ده كان امر مهم جدا لاستعداد منتخب وان هو يحط ايده على قوام رئيسي. طب وطبقا للي حضرتك بتقوله يا استاذ محمد واسف لمقاطعتك بس عشان الشيء بالشيء يذكر، طبقا للي حضرتك بتقوله كون انه كان عنده اكتر من سنه يعني مساحه وقت كافيه جدا ان احنا نشوف من لعيبه المنتخب تحت ادارته، ما هو ابعد بشويه من اللي احنا شفناه ولا حضرتك ممكن تختلف معايا؟ بص يمكن عشان الـ يعني انا بتفق طبعا اكيد معاك ان احنا كنا عاوزين نشوف المنتخب اعلى من كده، لكن هو ما دخلش ماتشات بالنسبه له كبيره، احنا لسه يمكن الاختبار الرئيسي بقى والحقيقي هو امم افريقيا، لان هو الراجل خد فتره كبيره جدا بصراحه، خد هو انا بشوف ان هو عمل كل حاجه كويسه حته المعسكرات استغلالها باقامه مباراه وديه، ده كان امر مهم جدا، احنا قبلها فتره من الفترات مع كابتن حسام بدري ما لعبناش ولا مباراه وديه، ده كانت اثرت علينا في التصنيف بشكل كبير جدا، لكن الراجل بصراحه لعب ماتشات وديه كتير، لعب النيجر، لعب ليبيريا، لعب بلجيكا، جنوب السودان، لعب عدد كبير جدا من الماتشات بجانب بقى الماتشات الرسميه سواء ملاوي ماتشين او اثيوبيا او جيبوتي سيراليون، عدد كبير جدا من الماتشات، وكمان بيكسب في الماتشات كلها سواء وديه او رسميه، هو الراجل ما تعادلش ولا مباراه ولا خسر ولا مباراه رسميه، فده كان امر مهم جدا. بس دي كلها مباريات يا استاذ محمد برضو لسه زي ما حضرتك بتقول سهله، يعني انا لسه مش قادر اقيم قوي انا مطمن ولا لا مع فيتوريا، يعني هي دي النقطه اللي قلق معظم الجماهير، يعني هو انا اطمن ولا لا لسه ده خفيف يعني
اكيد بتفق طبعا، بس هي بالنسبه للبشاير زي ما حضرتك سالتي، هو بالنسبه للبشاير شويه يمكن المنتخب الفتره دي بالنسبه حتى للاعبين المتواجدين في منتخب مصر يمكن كلهم انا بشوفهم في مرحله كويسه في مسيرتهم، يعني لما تبص حتى يمكن الفتره دي في امم افريقيا يمكن ثلاث ارباع اللعيبه الموجوده دلوقتي في القائمه الرئيسيه للمنتخب يمكن في مرحله النضج الكروي الحقيقي بالنسبه للعيبه، يمكن كلهم لحد ما بقوا خبرات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، يمكن حتى لأول مرة يكون عندنا المحترفين بشكل قوي كده ويكونوا ظاهرين بالشكل الأمثل مع أنديتهم، حتى لعيبة النادي الأهلي ماشيين بشكل كويس مع النادي الأهلي، اللعيبة المحليين اللي متواجدين في الفترة اللي فاتت في منتخب مصر يمكن عددهم مش كبير قوي بالنسبة للعيبة الأندية الأخرى، ولكن برضه لعيبة بتقدم مواسم كويسة ويمكن على رادارات زي الأهلي أو الزمالك، فأنا بشوف إن يمكن الفترة دي أفضل بكتير جدا حتى من بطولة الكاميرون من سنتين، يمكن الفترة دي المنتخب واقف على رجليه شوية، بقاله فترة مستعد، بيلعب ماتشات ودية، فلازم يكون في استغلال من ده من روي فيتوريا، يمكن فيتوريا برضه داخل بأريحية، فيتوريا ما شفناهوش داخل أي مشاكل مع اتحاد الكرة على مدار الفترة اللي فاتت، يمكن الموضوع بالنسبة له سهل، المعسكر اللي بيطلبه بيلاقيه، سواء معسكر خارجي أو معسكر في القاهرة بيلاقيه، لو حتى معسكر في اسكندرية لقاه برضه قبل كده، فأنا بشوف إن هو لا يعني فيتوريا بتحقق له طلباته اللي هو محتاجها، بتحقق له اللي هو عاوزه، بيبقى فيه دايما مساندة لقراراته حتى لو في قرار حصل عليه بعض اللغط الجماهيري، فانا بشوف ان لازم فيتوريا يستغل كل ده بالظهور الامثل في امم افريقيا. تمام، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، وقراءه او يعني رائعه، مداخله رائعه منك، شكرا جدا، جاوبتنا على كذا سؤال كمان احنا كنا يعني محضرينه انا وكريم، شكرا ليك جدا الناقد الرياضي محمد جمال، شكرا. طيب تعالوا بقى نروح لملف مختلف حبتين، تعالوا نتعرف على فعاليات المؤتمر اللي اقيم مؤخرا لتكريم الرياضيين في العاب القوى، وكمان الاعلان عن نصف ماراثون الاهرامات، تعالوا نتابع التقرير اتفضل. مبسوط بهذا الايفنت عشان اول مره نكرم ابطال العاب القوى رسميا في مكان حلو كده، وشركه مراكز دي اول شركه يعني مدت ايديها لينا ويعني كرامة الولاد. طبعا من ناحية الدعم احنا محتاجين دعم اكتر من كده كتير، احنا لعبتنا فيها 46 ميدالية، يعني احنا لو خدنا دعم كتير يعني في الاولمبياد لو عرفنا نعمل يعني بلاش 46 10 ميداليات تبقى حاجة حلوة قوي يعني، فبس الكلام ده مش هيجي لوحده، يعني في مجهود وفي اكتشاف مواهب وفي تمرين وفي صرف فلوس كتير يعني، بس يعني لازم اشكر الناس اللي بترعى الرياضه واللي بترعانا احنا. والله دي انا بشوفها حاجه يعني ما حصلتش في تاريخ العاب القوى، طبعا انا قبل ما اكون مدرب انا اكيد كنت لاعب سابق، دي حاجه ما حصلتش في تاريخ العاب القوى تماما، ان يكون في سبونسر للعيبه المتفوقه لمدرب اجتهد، ما كانش الحقيقه ما كانش في بيعود اي عائد على اللاعب من مكافئات، طبعا النادي الاهلي بيدي مكافئات دي حاجه معروفه، ولكن لكن لاعب منتخب يعني لاعب منتخب عمل رقم قياسي جديد ده المفروض ياخد مكافاه، ده ما كانش بيحصل. اوكي، لكن النهارده مع الشراكه مع مراكز وانها تكون راعي دي حاجه كويسه جدا جدا، هتحفز لعيبه كتيره جدا جدا ان هم يحطموا الارقام المصريه القياسيه، وده هيؤدي اصلا الى تطوير اللعبه. احساسي للتكريم ان احنا دعمنا يعني جالنا دعم من كذا مكان، فالدنيا بقت موفرنا اكتر ان احنا نكمل في اللعبه، وحاسين ان في حد معانا والناس واقفه معانا وكل ومصر يعني معانا برضو، ومين شجعني مدربي اكتر واحد بيقف معايا، ووالدي ووالدتي معايا واخواتي، فاحنا مع بعض في كل حاجه في اي حاجه بنعملها يعني. طبعا في دعم كبير من وزاره الشباب والرياضه لينا في البطولات وكده، بصراحه وقفوا جنبينا اخر فتره وان شاء الله يقفوا جنبينا في القدام يعني ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، تعالوا بقى نتعرف سوا على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه، معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم هتعرفنا ايه الجديد. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضل.
يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، انتصارات جديده وانجازات جديده، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هنقل لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي، فرقه الرياضيه المختلفه وكمان طبعا الاجواء. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه. طبعا تجمع الفريق هيكون الساعه 4 والمران هيبدا الساعه 5 عشان بقى يبداوا الاستعداد للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الجمعه القادم طبعا امام فريق شباب بلوزداد، ويبداوا بقى طبعا رحله الاستعداد زي ما قلت النهارده. يمكن ده بعد راحه سلبيه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر بعد طبعا لمده 24 ساعه بعد بقى عوده بعثه الفريق مره اخرى للقاهره طبعا امبارح بعد مباراه يانج افريكانز. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. خليني اقول لكم زي ما كلنا طبعا كنا سمعنا انه مستر مارسيل كولر كان اكد على ضروره فوز رجال النادي الاهلي في مباراه شباب بلوزداد، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى والبدايه مع رجال كره السله واللي بيستعدوا بشكل قوي جدا. خلاص يعني ايام قليله بتفصلنا عن فاينلز دوري المرتبط. مباراه الاياب ان شاء الله هتكون يوم الاربع، ومباراه مباراه الذهاب هتكون يوم الاربع، ومباراه الاياب هتكون يوم الجمعه. طبعا هيواجهوا سموحه والمباريات هتقام على صاله دكتور حسن مصطفى. طبعا رجال كره السله بيستعدوا بشكل قوي جدا، يعني دي لاول مره في تاريخ نادي سموحه بيتاهل لنهائي دوري المرتبط. اكيد هيكون عندهم دوافع قويه جدا للفوز في المباراه. يمكن نادي الاهلي كان تاهل على حساب الاتحاد السكندري، وسموحه كان تاهل على حساب سبورتنج عشان بقى يتواجهوا في الفاينل، لكن بالتاكيد عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي، واكيد طبعا فريق المرتبط اللي شفناهم عملوا بطوله كبيره جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى معانا استكمالا الحديث عن كره السله، معانا خبر متعلق بشباب كره السله 20 سنه واللي بيحقق فوز على فريق الجزيره بنتيجه 83-51. ده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. المباراه كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره بالتحديد على صاله الشهداء. شباب كره السله الحقيقه سيطروا على مجريات المباراه كلها منذ بدايتها حتى نهايتها عشان بقى يحسموا المباراه لصالحهم ويفوزوا. ومن كره السله بقى خلونا نروح لكره اليد، ورجال كره اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا لديربي كره اليد والسوبر المصري اللي خلاص هيقام يوم السبت القادم في مدينة طبعا الإمارات الشقيقة. خليني أقول لكم أن المباراة هتكون الساعة 6 مساء. رجال كرة اليد طبعا بيستعدوا بشكل قوي جدا. البعثة هتغادر إن شاء الله للإمارات يوم الخميس القادم. آخر ديربي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في كرة اليد كان انتصر فيه النادي الأهلي، إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في الديربي القادم. زي ما احنا عارفين أنه أكيد مباريات النادي الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، خصوصا بقى أن دي كمان هتكون مباراة بطولة السوبر المصري، فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد. كمان بقى في بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي، وناشئات كرة اليد مواليد 2006 بيتوجوا أمس ببطولة منطقة القاهرة. ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 45-31 عشان بقى يضيفوا زي ما قلت بطولة جديدة لبطولات النادي الأهلي وإنجاز جديد لكرة اليد. يعني المباراة كانت بتقام على صالة المعادي، لكن سيدات أو شباب كرة اليد قدروا يفوزوا في المباراة وطبعا يتوجوا بالبطولة، فطبعا بنبارك لهم وبنبارك لجهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة الطايرة، والنهاردة سيدات كرة الطايرة هيكون عندهم مباراة أمام فريق الصيد ويبدأوا بقى طبعا الدور الثاني من بطولة الدوري. خليني أقول لكم إن هم أنهوا الدور الأول بالعلامة الكاملة، فازوا في جميع المباريات، شفناهم طبعا بيظهروا بمظهر الحقيقة كبير جدا وبيليق باسم النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء وكمان يتوجوا بالبطولة. أكيد هم متصدرين مجموعتهم طبعا وإن شاء الله يكملوا بنفس الأداء. نروح بقى لرجال كرة الطايرة واللي بيستعدوا بشكل قوي. النهاردة هيكون عندهم المران الأخير قبل مباراة غدا. غدا إن شاء الله هيكون عندهم مباراة أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان خليني أقول لكم إنه رجال الماسترز رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي حتى الآن فازوا في جميع الأشواط في بطولة الدوري، يعني كل المباريات أنهوها لصالحهم بنتيجة 3-0. إن شاء الله
الله بقى يستمروا بنفس الاداء. وزي ما قلت غدا هيكون عندهم مباراه امام فريق المقاولون العرب، يمكن اخر مواجهه لرجال كره الطايره كانت امام فريق دلفي وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. كمان بقى شباب كره الطايره 19 سنه امس قدر يحقق فوز على فريق ايسترن كومباني بنتيجه 3-1، وده كان ضمن منافسات بطوله الجمهوريه، عملوا مباراه قويه وان شاء الله يستمروا بنفس الاداء. ده على صعيد اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى يا كريم نهواند زي ما عودناكم دايما خلونا ننقل لكم الاجواء، يعني الاعضاء بالفعل متواجدين في نادي، يمكن كمان الاعداد بتتزايد على مدار اليوم، المعظم متواجد عند المبنى الاجتماعي وبعض كمان الاعضاء الحقيقه بيمارسوا رياضه المشي في تراك النادي. يعني الحقيقه في اجواء مميزه جدا داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره، مليانه طبعا بالطاقه الايجابيه كعاده اعضاء النادي الاهلي. درجه الحراره دلوقتي 21، والحقيقه انه كمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي، يعني كل بقى اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعونا تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني يا كريم وانا هوند دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كالعاده يا هنا انتوا دايما مش بتسيبوا لنا اي فرصه للمزيد من الاسئله، دايما يعني تغطياتكم كافيه ووافيه، بنشكرك عليها. شكرا جزيلا، نورتي 10 الصبح في الاهلي، صباح الفل عليك. شكرا ليك يا هنا جدا، والمشاهد اللي احنا شفناها يمكن خليتني شويه عايزه اروح النادي، ما قالنا كتير الجو حلو. السنه الاولى لينا في القناه تقريبا كنا انا وكريم كل يوم بعد البرنامج، لان هو كان في الاستوديو في العجوزه الشارع. كنا بنعدي الشارع فعلا او بنعدي النيل يعني وكان بيبقى فيه سهوله اكتر طبعا، كنا على بعد 5 دقائق بالظبط من النادي، فكنا بنبقى متواجدين دايما. لكن عايزين نروح قريب يا كريم. يا ريت والله. يا ريت المشهد والله. اللي فات ده لو نرجعه تاني انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل. ربنا يديله الصحه، شخص جميل. ده حد من الاعضاء عامه، من العمال اللي موجودين في النادي اعتقد، او اشتغل بضمير وهمه كما هي عاده كل المنتمين للنادي الاهلي. جميل، نكمل مع حضراتكم ونروح دلوقتي ونتعرف على اكبر 5 نتائج في تاريخ ديربي مانشستر من خلال الفيديو ده ونرجع نكمل. احنا النهارده او احنا على يعني امبارح بدانا باستضافه حدثين في مصر، مؤتمر الاقليمي للشباب القاده والمؤتمر الاقليمي للاعبين القاده. مشارك في المؤتمرين اكثر من 11 دوله عربيه. النهارده بيقام على هامش المؤتمرين حدث في منتهى الاهميه، بنوري فيه الدول العربيه النماذج اللي بيقدمها الاولمبيات الخاصه المصري في تفعيل الانشطه والبرامج بتاعته. عندنا برنامجين النهارده بيتنفذوا، برنامج المدارس والشباب هو البرنامج الخاص بتوعيه الشباب ازاي يتفاعلوا مع الابطال من ذوي الهمم، وعندنا كمان برنامج الرياضات الموحده اللي بيقام حاليا بقى في الصاله المغطاه. المركز الاولمبي بيدي حذفه كبيره قوي للولاد او للعيبه لاي بطوله، بنكون البطوله اللي فاتت بنكون مستنيين البطوله اللي جايه اللي هي تتحقق للمراكز الثانيه، فكل واحد فينا بنستنى كل سنه عشان البطوله تيجي، عشان نركز، عشان نلعب، عشان نجيب المركز الاول، عشان نجيب المركز الثاني، عشان نجيب ميداليات لمصر. فهم بيشجعونا جامد، بيقفوا في ظهرنا، اي بطوله تيجي بيكونوا مهتمين بينا قوي، ان كان جسدا وان كان صحيا واكلا وشربا ولبسا وكل حاجه. احنا حضرنا، احنا بقالنا مثلا اقل من شهر كده ابتدينا ان احنا نحضر ان احنا نيجي اليوم ده ونحجز القاعه ونشوف الستودنتس بتوعنا اللي جاهزين هم يشاركوا وكده. احنا النهارده عاملين لهم بس الاكتيفيتيز باسكت وكوره وتيبل تنس علشان نبقى في نفس القاعه، لان هم مش قاعدين كتير لان هم عندهم بروجرام تاني. لكن طبعا لما بيكون اليوم بيبقى طويل بتاعنا بنبقى عاملين بروجرام بقى كامل متكامل في ملاعب بره وملاعب جوه، بيبقى يوم اطول من كده. ده شرف لينا احنا كمنطقه ان احنا بقينا برنامج قوي ورمز لبقيه البرامج في بقيه المنطقه. طبعا النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للاعاقه، ومعانا برضو شباب من مؤتمرين مختلفين اقليميه بتحصل في نفس الوقت، فعندنا بارتيسيبيشن مشاركه شامله كل الدول اللي عندنا في المنطقه،
وعندنا البلد اللي بيستضيف اليوم الرياضي النهارده هو برنامج المصري. فطبعا دي زي ما انت قلتي مسؤوليه كبيره اللي احنا نبقى عندنا برنامج قوي زي برنامج المصري انه يقدر يستضيف ايفان زي ده في جامعه امريكيه النهارده. انا احمد خالد عندي 18 سنه كليه اداب جامعه الشمس. اللي لعبت جبوس القرقاعي جاي جواز بعد خاص مصري وانا اسكولاك بطولة كتير برلين 2023. انا كنت في حالة بصوتة جدا البطولة وانا كنت الاول بتو والتاني سوليتا التالت الكورة التالت الحب. فقرتنا دي حضرات هنتكلم من خلالها عن الاولمبياد الخاص المصري ودوره المهم الكبير اللي بيقوم بيه في دعم زاوي الهمه من فئه اللي احنا بنحترمها جدا وبنحترم كفاحها الحقيقه. بالمناسبه امبارح يوم 3 ديسمبر كان اليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقه. هنتكلم في الفقره دي عن الاولمبياد الخاص ومبادره المدارس الموحده والاستعدادات للبطولات العالميه القادمه ان شاء الله مع دكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. وفقره جميله لان انا وكريم بنحب جدا الملف ده وبندعمه بقلبنا يعني بجد. وقناه النادي الاهلي وتحديدا 10 الصبح كمان احنا تقريبا كل شهر عندنا يعني طبعاً الملف ده بنتداوله. قبل اي حاجه خليني اتكلم مع حضرتك بس ونوضح للساده برضو المتابعين احنا بنتكلم هنا عن الاولمبياد الخاص اللي هو الذهني. الباقي ده بيبقى اسمه اللي هي اللي هي الهيئه بقى نفسها او البارالمبيكس. ده موضوع تاني عشان بس الناس تبقى النقطه دي عندها واضحه. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك برضو للعدد قد ايه عندنا من الاعاقات الذهنيه، عدد ابطالنا في العموم قد ايه، وبعد كده نخش بقى للتفاصيل. تحت امر حضرتك. هو الاولمبياد الخاص زي ما حضرتك تفضلتي هو بيعني بالاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه على مستوى جمهورية مصر أو على مستوى العالم، لأن هي مؤسسة دولية لها فرع في مصر زينا زي أكتر من 200 دولة على مستوى العالم. الجزء الأهم في الأمر كمان إن إحنا الفرق ما بين الأولمبياد الخاص والمسابقات التي تقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية. اللجنة البارالمبية بتهتم بباقي الإعاقات اللي هي بتتمثل في الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، كف البصر، وفي بعض الكلاسات البسيطة خالص للذهن. يعني في بعض المسابقات القليله قوي 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 بتنظمها اللجنه البارالمبيه لذوي الاعاقه الذهنيه، انما الاولمبياد الخاص هو القضيه بتاعته ذوي الاعاقه الذهنيه. ده في الاساس. مين هو الشخص ذوي الاعاقه الذهنيه؟ الشخص اللي هو عنده فرق ما بين العمر الزمني والعمر العقلي، هو المصطلحين مش بعيد عن بعض، بس خلينا نقول ان العمر الزمني ده بيقاس بتاريخ الميلاد. انا تاريخ ميلادي 1/1 ده العمر الزمني. عمري الزمني من يوم تاريخ ميلادي لغايه النهارده سي مثلا انا بس عندي. بس في ناس يبقى عندها سن والعقل بالزبط. في حته ثانيه. اللي بيحدد زي ما حضرتك اتفضلتي اللي هو العمر الزمني والعمر العقلي ده اللي بيحدد الجاب ما بينهم واللي بيحدد الفرق ما بين الاثنين حاجه اسمها اختبار الذكاء والاي كيو، وده حاجه معامل دولي معروف على مستوى العالم هو اللي بيحدد اذا كان الشخص ده عبقري او فذ أو الشخص ده مدريت مستوى الذكاء بتاعه مستوى طبيعي أو إذا كان الشخص ده في فرق ما بين عمره الزمني وعمره العقلي بالماينس فيعتبر من ذوي الإعاقة. بس هل ده الاختبار الوحيد يعني لأن مش أي حد بيعمل آي كيو يعني؟ أنا ما عملتوش قبل كده. ما هو النتيج بتحصل مجموعة من الظواهر من الظواهر. مش محتاجين في حالة أنا مش محتاجة في حالة أنا يعني ومصاريف وتكاليف يعني. عملية واضحة. لا يا فندم لا. هي طبعا فضل بيبقى بعد اذن حضرتك بيبقى في مجموعه من الظواهر بتبقى موجوده عند الشخص اللي بتخلينا نحتاج او لما بيلجا للرعايه الطبيه او لما بيلجا لطبيب الطبيب بيوجهه ان هو يعمل الاختبار بتاع الذكاء. وفي مجموعه من الاختبارات الثانيه الاختبارات النفس حركيه واختبارات للتواصل مع الاخرين في اختبارات كتير يعني أوي ده أوي. اختبار اللي احنا عايزين نقوله يعني اللي هو اذا ماست يعني صح ضروري يعني ما فيه لازم يتم ضمن مجموعه اختبارات بس هو ده الاساس فيهم ده اللي بيتم الكور فيهم بالظبط كده. بتبقى ابسط الامثله بيبقى فيه مشكله في التواصل ما بين الولد وما بين اللي حواليه
في السن الصغير سن 3 سنين لما الولد بيبدا يتكلم بيبقى فيه شويه تاخير في النطق، بيبقى فيه شويه الناس بتتكلم معاه او بتحاول ان هي تكلم الولد او البنت ما بتردش. بس ده ليه اسباب فيه اخرى بيبقى فيها اللي هي التوحد والحاجات اللي زي كويس. كده كويس. بنبدا نخش في المدرسه بيبقى فيه تاخر دراسي، الولد مش متوافق مع زمايله في المدرسه في المناهج اللي هم بيدرسوها فما بينجحش فما بيستجبش، فممكن يكون عنده الـ ADHD اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركة. أكثر من نموذج للإعاقة الحركية كلها بتتحد، فبيتم عنها زي ما قلت لحضرتك بمقياس الذكاء أو اختبار الذكاء بالإضافة إلى مجموعة من الاختبارات التانية في التواصل والتكيف وقياس المهارات الحركية الوظيفية عند الطفل و إلى آخره. هل عشان كده بقى في حاجة اللي هي مبادرة المدارس الموحدة عشان التفصيل اللي حضرتك تفضلت بيها دي؟ بالظبط. خلينا نوصل لحاجة تانية اللي هي المبادرة بتاعت المدارس الموحدة دي حاجة كده يعني إيه عشان تدوب الفرق. خلينا نقول او نعترف ان في فتره من الفترات كان في ذوي الاعاقه في جانب والاسوياء او اللي من دون الاعاقه في جانب. لو قلنا على دول ذوي الاعاقه اللي هم عندهم اعاقه، ونقول على دول ان هم من دون اعاقه اللي هو باسم. وانت بتدلعني بتقول لي يا سوي، لا انا من دون اعاقه وهو عنده اعاقه. خلينا نوحد المصطلح ما نجملوش كتير. يعني الجزء الثاني من القضيه حضرتك ان احنا فين رايحين للمستوى الاهم، المستوى بتاع ان الشخص ده يبدأ ندمجه في المجتمع. طيب أكتر حاجة ممكن يندمج بيها الفرد ده في المجتمع إيه اللي هو من ذوي الإعاقة؟ استخدمنا الرياضة، استخدمنا المدارس بحكم إن فيها أعداد كبيرة نفس السن، نقدر الرياضة تدوب الفروق ما بينهم، تقدر تدمجه، تقدر تخليه يحس بثقته في نفسه، تقدر تخليه يتعرف على أشخاص جداد، تقدر تخليه ينال إعجابهم، تقدر تخليه يقدر يمارس رياضة معاهم، يتكرم، يسقفوله، يباركوله، يرجع بيته واثق من نفسه نتيجة إن هو بقى فرد عادي خالص في المجتمع. فمبادرة المدارس الموحدة دي الأماكن بتاعت التنفيذ أو المستهدف منها المدارس والجامعات بصفة كبيرة جدا 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 عشان نقدر نستهدف قطاع عريض، نعرفه ان في اشخاص من ذوي الاعاقة ما عندهمش اي مشكلة يقدروا يمارسوا رياضة، تقدر تتعرف عليه. انا في حاجة واقعة مني. فضل. المدارس الموحدة بمعنى ان احنا المدارس دي خاصة بيهم هم، ولا في مدارس يعني فيهم الاسوياء وفيهم اللي هم عندهم ذوي همم او اعاقة؟ في مصر المدارس الموحدة دي المدارس اللي كل احنا بنخش على المدرسة اللي كلها اسوياء بأبطال الأولمبياد الخاص المصري. كويس. بنحطهم معاهم بيمارسوا رياضة معاهم مرة واثنين وثلاثة، ونخليهم يشتركوا معاهم في فرق. بمعنى لو فريق القدم بنلعب خماسي كرة قدم، بنخلي ثلاثة من المدرسة واثنين من أبطال الأولمبياد الخاص معاهم، يبقى كده ده فريق خماسي. أوكي. كويس. والناحية التانية نفس الحكاية، ونخلي الفرق دي تتنافس مع بعض في كرة القدم، في كرة السلة، في التنس الأرضي يلعبوا دابل، في تنس الطاولة يلعبوا دابل، ممكن كمان في السباحة. طب ما هيلعبوا ازاي يا فندم برضو؟ ما هو في جاب كبير يعني، ما ده مش فير ليهم. خالص. ليه خالص؟ لأن الأولاد دول احنا ما بنروحش المدرسة نخبط يلا النهاردة، لا احنا الأول خالص بنروح المدرسة دي نعرف إمكانيات الأولاد اللي فيها، مستوى الرياضي اللي عندهم شكله مهما ليه؟ كان ده رجل سوي وده أو ده طفل سوي خالص. وده طفل. ما هي دي الفكرة اللي أنشئ عليها نظام الرياضة في الأولمبياد الخاص. طب خلينا عشان نقرب الفكرة أكتر للناس وحتى لينا احنا شخصيا. اتفضل يا فندم. تعالى نفترض جدلا ان احنا بنتكلم على طفل عمره 15 سنه، ده عمره الزمني، لكن ذهنيا وقدراته الذهنيه 6 سنين مثلا. حلو. لما بيمارس رياضه، هل بيمارس رياضه مع اقرانه من اصحاب الست سنين برضه؟ لا، نفس ولا 15 زي عمره الزمني؟ 14 و12 و13 و15 سنه. ده رقم واحد. رقم اثنين، البندين اللي حضرتك او المعيارين اللي حضرتك قلتهم في الكرايتيريا ينقصها بس حاجه بسيطه اللي هي ايه؟ ان هو يقدر يمارس رياضه تنس الطاوله بشكل متوسط زي الطالب اللي في المدرسه. مش اللي هو الاكثر عدلا ان هو يبقى بيتنافس مع حد بنفس مستوى يعني عمره الذهني؟ خالص. انا النهارده مستوى العمر الذهني، العمر العقلي بتاعه والمستوى بتاعه في الرياضه هو ده المستوى بتاعه في الرياضه، فانا بجيب حد يتوافق مع نفس المستوى ده. تمام. اوكي. بجيب حد يتوافق مع المستوى ده. أيوة. في 2018 لعبنا كاس عالم لكره القدم بفريق بنات، عندنا 11 بنت، 7 بنات منهم من دون اعاقه، و7 بنات منهم بالاعاقه، و4 من دون اعاقه. تمام. الـ4 بنات دول اللي هم اسوياء. تمام التمام. أيوة.
بيلعبوا كرة قدم في نفس مستوى السبعة بتوع الأولمبياد الخاص، وبيعتبروا في نفس المرحلة السنية اللي هي من 16 ل 21 سنة. ويلعبوا فريق منافس بنفس التقسيمة دي، بنفس التوزيع دي. بنفس الكريتيريا دي. يا فندم ما صعبة شوية يعني، أنا ممكن معلش أنا صعبة استوعبها، ما أنا ممكن فضل. أنا أخليهم يكسبوا يعني، لو مكان البنات أنا هخليهم يكسبوا خالص، مش هلعب لعبي خالص. يعني خالص، لأن على مستوى العالم لو حضرتك رايحة تلعبي كاس عالم وحضرتك فريق إكس وأنا فريق زد، فحضرتك عايزة تكسبي وتاخدي المركز الأول أو المركز الثاني. أي بس لما يبقى التنافس قريب يعني، عشان كده حتى في المنافسات العالمية ما بتلاقيش في الرياضات رجل وامرأة، بتلاقي امرأة وامرأة ورجل ورجل. صح، عشان مش بيبقى فير للمرأة يعني اللي هو أو النوع معين. بس هقول لحضرتك إن في رياضات كتير زي مثلا رياضة الريشة الطايرة فيها ايفنت اسمه زوجي مختلط، بيبقى لاعب ولاعبه والناحيه الثانيه في بعض الرياضات بتسمح أيوة أيوة. والبعض ممكن لا. تبقى العداله هنا يا هوند متحققه من في خلال المستوى. ان الفريق المنافس عنده نفس التوزيع نفس المستوى الرياضي يعني انا بنافس مع حد عنده نفس المستوى في اداء المهارات الرياضيه في كره القدم. طيب خليني اروح للغرض يعني، التكنيك ما فيش اختلاف او يعني مش هنختلف مش نقف عنده. الغرض من ده ان حضراتكم بتتكلموا ان احنا نبريدج ذا جاب او ان احنا نعمل يعني دمج في المجتمع اللي هو انا ويبتدي الثقافه تتغير عندنا احنا صح. كاسوياء قبل حتى هم دي النقطه يعني صح. ان احنا عايزين نحقق العداله ونحقق الهدف اللي من خلاله الامم المتحده من عام 1992 لغايه يومنا ده بتقول ان بقى اقرت ان في يوم عالمي للاحتفال بذوي الاعاقه. هدفهم من الاحتفال ده ايه؟ ان احنا نحقق العداله، ان احنا نساوي ما بينهم حقوقهم، ان احنا نخليهم موجودين في المجتمع، نناقش القضايا اللي موجوده ليهم في المجتمع، نحاول نقدم لهم خدمات، نحاول نخليهم موجودين في كل قضايا المجتمع زيهم زي اي فرد موجود في المجتمع. يبقى عنصر مساعد يعني يدعم فكره او يرسخ اكتر لفكره الدمج المجتمعي للاولاد دول والبنات دول. لا انا بكلم بقى حضرتك على حاجه تخص المجتمع ذات نفسه، وحضرتك سيدي العارفين يعني احنا عندنا برضو الامر لا يخلو من الكثير من حالات التنمر على ذوي الاعاقه، ولا سيما الاعاقات الذهنيه، لان مش كل الناس ممكن تستوعبها. صح. يعني في حد ممكن يستغرب قوي ويبدي اندهاشه حتى تعبيرات وشه كلها قدام الشخص المعني. صح. حتى ده ممكن يعني يجرحه اكتر او يضايقه اكتر. فهل ممكن يبقى في مبادرات موازيه لفكره الغاء او محاوله الغاء والقضاء على ظاهرة التنمر بزاوية القدرات الذهنية المحدودة؟ تمام، هقول لحضرتك احنا لما بنروح مدرسة من المدارس الأسوياء العادية خالص بنعمل ايه؟ أول حاجة بنعمل بنسيت اب كام ميتنج عشان نفهم الناس احنا مين وبنعمل ايه وبنرعى مين وبنخدم مين. كويس. رقم واحد، رقم اتنين بنبدأ نطلب ان احنا ان هم يختاروا مجموعة من الطلاب في المستوى الرياضي اللي أولادنا في نفس المستوى بتاعه. تمام. بنحدد المسابقات الرياضية ونحدد نوعية الرياضات. رقم ثلاثة بنعمل اكتر من جلسه مع اولاد المدرسه. انتوا هتقابلوا كتمهيد للي جاي، انتوا هتقابلوا الابطال دول اللي انتوا شايفينهم في الفيديو ده. انتوا هتشوفوهم وهم بيلعبوا وانتوا هتلعبوا معاهم. من حقك ان انت تساعده، من حقك ان انت تشتغل معاه، من حقك ان انت تنضم للفريق بتاعه، من حقك من حقك من حقك. انما هو بيزعل لما حد يقول له 1 2 3 4 زي ما انت بتزعل لما حد بيقول لك 1 2 3 4 او حد بيصفك بالصفة 2 3. فخلينا كلنا نبقى موجودين مع بعض بنقضي وقت جميل جدا، انت ما تزعلوش وما تتنمرش، وهو هتلاقيه متواجد معاك بيحبك زي ما انت بحالك وزي ما انت موجود معاه. فالمقدمة دي هي اللي بنكسر بيها شوية أكيد. وبنقدم بيها شوية وعي عند الأولاد دول، بنقدمه له في صيغة كلام، بنقدمه له في صيغة مواقف تفاعلية، بنقدمه له في مجموعة صور ومجموعة فيديوهات عشان نقرب له هو هيعمل ايه. طب. بعد كده بننتقل للجزء العملي ان هم يقابلوا بعض. ان هم يقابلوا بعض. فبتبقى في يعني خدنا جزء كبير قوي 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 من السلبيات وابتدينا الحمد لله رب العالمين نكون موجودين في المجتمع. المبادرة او مركز التميز اللي احنا الحمد لله رب العالمين برنامج الاولمبياد الخاص المصري فاز بيه على من ضمن 6 دول على مستوى العالم، وتم تكريمنا شخصيا من رئيس الاولمبياد الخاص الدولي. الحمد لله قدرنا نعمل المشروع ده في 7 محافظات في 138 مدرسة. هايل هايل. من ساعة كورونا من عام 2020 لغاية النص الاولاني من 2023 واحنا الحمد لله رب العالمين مستمرين في البروجكت ده. طبعا قابلتنا واضح ان في كمان يعني دعم رئاسي. هو ده فريق كره القدم اللي كنت بحكي لسيادتك عليه اللي الحمد لله خد الميداليه البرونزيه، وكمان خدنا وسام الرياضه من الطبقه الثالثه من الرئيس في عام 2018 عام ذوي الاعاقه.
هما ما شاء الله شكلهم يعني طبيعي جدا، ما فيش اي يعني ما شاء الله يعني. هو الحمد لله رب العالمين كل واحده من دول ليها مكان وليها تاريخ بالنسبه لي انا كباسم للي قدمته، وبالنسبه يعني لاسرتها هي اصبحت مصدر فخر. هي قابلت رئيس الجمهوريه وخدت وسام الرياضه نتيجه ان هي قدرت ان هي تحقق المركز الثالث على مستوى العالم في كره القدم. فخليني اقول لحضرتك كمان ان كان في الاول خالص اول ما ابتدينا ننفذ المدارس الموحده دي احنا يعني الاول كنا بنبذل مجهود عشان نقنع المدرسه نفسها. ايوه يعني نقنع الادمنز طبعا. المدرسه او الاداريين في المدرسه احنا جايين لكم. لا ليه؟ في ايه؟ طب ما تروحوا المدارس الثانيه. طب ما هم دول في مدارسهم ودول في مدارسهم، هيتقابلوا امتى؟ انا عندي سؤال في الشارع بس. طب ما نقابلهم هنا. بس احنا ايام المدرسه كان بيبقى معانا يعني في انا مدارس. فاكره صح اه طبعا كان بيحصل يعني الناس كانوا بيغلسوا عليهم، اطفال كانوا بيغلسوا عليهم وكل حاجه، بس كانوا موجودين والرك كان على البيت. يعني احنا كنا بنتربى كل واحد حسب في بيته، ان دول صح. لازم نعطف عليهم، لازم نحميهم. انت مش كل البيوت تربت كده برضو مدرستك يعني. الطلبه والطالبات اللي فيها واولياء امورهم من مستوى اجتماعي وثقافي برضو عالي، ورغم كده كان في برضو تنمر. تخيل عليك تخيلي بقى لو كان الحل في مدرسه تانية خالص كان طيب هيبقى الوضع. لو فضلنا خليني اخد من المثال اللي حضرتك تطرقت عليه بعد اذن حضرتك لو فضلنا دول في مدارسهم ودول في مدارسهم، او مجتمعين في مدرسه واحده والسياسه او الوجه العام زي ما حضرتك اتفضلتي وتناولتي صحيح. طب هنفضل مستمرين لغايه امتى كده؟ طب ما نفتح ونخش ونقرب المسافات ما بينهم وبين بعض، لان المسابقه اللي احنا بنعملها او اللقاء الرياضي اللي احنا بنعمله ده ما فيهوش كسبان وفي خسران. هو الهدف منه يعني احنا بنلعب عشان ننبسط. هو الهدف منه هي مش مسابقه رياضيه. حلو ده. انا عايزك توصل ان انت تقول له فهمت حضرتك كونجراتيوليشن انت عملت. احنا غالبا هنحتاج نقعد قعده ثانيه مع حضرتك تنورنا فيها لي. للاسف الوقت المتاح لينا في الفقره دي انتهى، وواضح ان حضرتك عندك تفاصيل كثيره واحنا كمان مهتمين ان احنا نعرفها، فتنورنا كمان مره. يعني شرف ليا. لازم زي ما كريم بيقول لحضرتك دكتور باسم، لان كمان مهم الشق النفسي، الاعداد النفسي مهم ازاي والذهني كمان ليهم طبعا. وملفات تانية كنا حابين والله. ما ينفعش ناخد 5 دقائق كمان صح؟ ملحوقه 2 كمان. طيب شفت انا اصل الملف ده يعني وبرده ملحوقه ولينا قاعده ثانيه ان شاء الله. شرف ليا شرف ليا. هروح مع حضرتك برده لفكره هنا وسريعا استاذنك ومش هطول في سؤالي. خلينا نعرف اكتر عن الاعداد بتاعهم والتفاعل بتاعهم، حياتهم عامله ازاي، يعني نعرف من حضرتك اكتر. التفاعل في الحياه بتاعت الاولاد من ذوي الاعاقه الذهنيه بينقلب 180 درجه لما بيحس ان اللي قدامه بيسقف له بيقول له مبروك. النفسيه بتفرق بيقول له مبروك كلها نفسية انت بتاعت. برافو عليك. رحمه اللي كانت بتتكلم في التقرير اللي حضراتكم مشكورين كنتوا مشرفينا امبارح بتنقلوا الحدث، رحمه رجعت مصر معاها 4 ميداليات في الجمباز زيها زي اولاد كتير من ضمن البعثه اللي كانت مشاركه في المانيا محققين 49 ميداليه. فالنهارده لما رجعت مامتها وباباها واسرتها تعبنا اهو نتيجتنا اهي، فهم كده خلاص هي كده بقت موجوده، هي كده بقت حست ان اللي عملوه والمجهود اللي بذلوه كله بقى موجود، فكده خلاص هي دخلت القلب زي ما حضرتك اتفضلت. هي بقت موجوده. صعب ان حد يقلل من انجازها، صعب ان حد يقول لا هي ما نجحتش، لا هي نجحت واسرتها كمان نجحت في هذا. هي الاسره اللي ليها كل يعني بصراحه لازم الحق يقال. محارب الاهل الاساس في كل المعادله دي رقم واحد هم الاهل طبعا. لان الاهل اللي بيطلعوا اولادهم حتى على المستوى الطبيعي يعني سواء بيطلعوهم ناس فعلا ناجحه او لا ده طبعا. بيبدا من البيت بعد كده المدرسه وبعد كده المجتمع وغيره، لكن مهم جدا ان الثقافه كانت تتغير ومهم جدا ان هي تتفرد في امور كده في المجتمع لازم تتفرد، مش فكره نسيبها للاهواء او للبيوت اللي مربيه صح والبيوت الثانيه للاسف تعمل اللي هي عايزاه. لا دول فئه محترمه وفئه تاني هنرجع نقول الجمله اللي انا وكريم بنقولها اكتر فئه بتجيب لنا كمان ميداليات في العموم يعني ترفع اسم مصر في الخارج. كده بقى دكتور باسم كل التوفيق لما تيجي تنورنا المره الجايه مش هتدخل علينا بايدك فاضيه، لازم ينورنا مجموعه منهم شرف ليا. لان احنا كمان لو في اي دور حتى لو بسيط نقدر نقوم بيه انا ونهواند والبرنامج والقناه في تدعيم طبعا الحاله النفسيه حتى والمزاجيه للاطفال دول احنا هنسعد ونتشرف. شكرا بشكر حضرتك. هنستنى حضرتك وهنستناهم معاك. بشكر الدعوه الكريمه. وممكن احنا الكاميرا بتاعتنا تيجي ان شاء الله نعمل تحقيق خارجي برضه ننسقها مع الاعداد. نورتنا يا دكتور باسم. شكرا جزيلا. نروح فاصل
ونرجع نكمل يلا. حضراتكم خليكم معنا. يلا. تحديات صعبة زي ما حضراتكم متابعين، وطبعا خلال شهر ديسمبر تحديدا، ده نظرا لخوضه طبعا العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات، ما بين بنتكلم دوري أبطال طبعا إفريقيا وكأس العالم للأندية. هنتكلم في كل ده مع ضيفنا العزيز جدا كابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق. صباح الهنا. صباح الهنا يا كابتن. أهلا بيك. نورنا كابتن جمال، أخبارك إيه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. تعالى نبتدي بدوري أبطال إفريقيا وإحنا خلاص خلصنا جولتين في مرحلة المجموعات. تمام. وشفت الماتشين اللي فاتوا ازاي يانج افريكانز ومن قبليه طبعا ميدياما، وهل حسيت ان في حاجه اختلفت في ماتش يانج افريكانز عن ماتش ميدياما؟ طبعا ما فيش شك، طبعا ماتش ميدياما الفرق والاختلاف اللي حصل ان احنا سجلنا 3 اهداف من مجموعه كبيره برده من الفرص، يعني فرص تعدي مثلا عدد كبير، ولكن مباراه يانج افريكانز سجلنا هدف واحد برضه من عدد كبير من الفرص، ودي اعتقد اللي لازم يلاقي لها حل مستر كولر في الفتره اللي جايه دي، موضوع ضياع الفرص، ولكن صناعتها احنا فعلا بنصنع فرص كتير. ممكن تكون الناس زعلانه، الناس حزينه شويه للنتائج، للتعادلات، الثلاث تعادلات الاخرين من 6 مباريات طبعا كتير على النادي الاهلي ما بين دوري وما بين بطوله افريقيا طبعا. التعادلات دي معناها نزيف نقاط بالظبط، مفيش شك طبعا، بس هي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، انما احنا فعلا بنصنع فرص، يعني في اداء بيبقى يوصل لمستوى جيد، مش اداء ضعيف ان احنا ما بنكسبش او تعادل ومفيش اداء جيد، لا، يعني احنا بنقارب جدا من المستوى الجيد، ولكن الفرص ضايع، الفرص السهله دي اللي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، نشتغل على المرمى شويه، نشتغل تخصصي كتير في التدريبات اللي جايه، اللعيبه لازم تاخد تبقى عندها ثقه في نفسها اكتر من كده، لان ضياع الفرص ممكن اوقات نسبيا بيفقد الثقه في اللعيب او بيخليه قلقان لما بيجي له فرصه او اتنين. هي ضياع الفرص عشان ما عندناش ثقه في نفسنا ولا عشان الثقه زايده؟ لا معلش، في حالتنا في الحاله دي دلوقتي بتبقى عدم تركيز بنسبه كبيره. ولكن برضو مع الوقت لما بتحصل تكرار ممكن بفقد الثقه شويه، مش بفقدها، بتقل ثقتي. طب ما انا دي نقطه عندي بقى لها 3 مواسم لحد دلوقتي تقريبا. لا مش 3 مواسم، 3 مواسم اقدر احسبها كانت لو مع موسيمان يا فندم، وبعد كده اتكررت مع كولر الموسم اللي فات وموجوده دلوقتي. بس في فرق، موسيمان كنا بنكسب بطولات، ما كناش بنخسر، لو حتى كنا بنسجل. طب ما احنا مع كولر كسبنا برضو بطولات، بس هي موجوده، كسبنا بطولات، بس احنا في الاخر عندنا برضو محسوب ان احنا خسرنا بطولتين، الدوري الافريقي وكاس السوبر، فدول برضو بتحصل لنا فيهم مشاكل شويه. انت بمجرد فقدان بطوله لجماهير النادي الاهلي دي بتبقى صدمه كبيره، وده اللي حاصل في الوقت الحالي، انما ايام موسيماني لو عملنا سكاونتنج بسيط هتلاقينا ما فقدناش بطولات كتير او حاجات بسيطه قوي، انما معظم البطولات كنا بنحصل عليها وبنسجل وبنضيع كتير، بس بنسجل وبناخد النقط. طب احنا ايه اللي وصلنا للحاله دي من عدم التركيز اللي فيه استدامه؟ يعني المشكله مش في عدم التركيز، المشكله في استدامته واستمراريته. زائد ان بقينا مؤخرا والمصطلح ده بقى بيتقال كتير، فكره تجديد الدوافع، تجديد الدوافع. هو لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي محتاج حد كل فتره والتانيه مطلقا يزغده كده بدافع جديد؟ لا خالص خالص، الدوافع على طول متجدده في النادي الاهلي، وبنعرف احنا نعملها كويس قوي كاداره، كجهاز فني، اللعيبه نفسهم. ولكن في سياق ان انت يعني بطولتين في فتره قصيره قوي تخسرهم مع تعادلين في الدوري مع الجماهير برضو عامله ستريس جامد على اللعيبه والجهاز الفني، فدي برضو بتسيب يعني بتعمل اثر سلبي شويه. بس ده برضو على مدار تاريخ النادي الاهلي كله، يعني اللي انا عايز اقوله مش حاجات جديده يعني او مفاجاه. مش مفاجاه طيب. ولكن بتاخد لها فترات، انما الفتره دي انا اللي بتحكم فيها، لو انا ما اتحكمتش فيها بشكل جيد كنادي اهلي بمعنى ان هي ما تطولش معايا. فكانت غالبا بتحصل ولكن فتره قصيره وبنقدر نقوم تاني، انما دلوقتي الوقت المفروض ان احنا فعلا نتغلب عليها. ليه؟ احنا داخلين على كاس عالم الانديه، وداخل بعد كده على كاس السوبر المصري للابطال بنظامه الجديد وشكله الجديد في الامارات، فداخل على بطولتين في فترات قصيره تتحسب لك بشكل كويس. ممكن اسالك سؤال معلش على اللقطه اللي احنا شايفينها دي دلوقتي؟ رجعوا يا جماعه اللقطه بليز. احنا شايفين اللعيبه وهي في الطياره، رجعوا اللقطه. ايوه شوف هنا المشهد ايه، ان كله ماسك الموبايلات بتاعته. وقتكم بقى يعني خليني اعرف منك كابتن جمال، كنتوا بتعملوا ايه بقى وانتم مسافرين؟ يعني ما كانش في موبايلات بقى وقتها، كنتوا بتقعدوا تعملوا ايه في الفترات اللي هي في داد دي او يعني جرايد بقى؟ بس في جرايد. ايوه يعني عايزه اعرف، طبعا فارق برضو زمني مختلف. لا طبعا يعني فارق زمني رهيب، فرق كبير. يعني دلوقتي في موبايلات، في وسيله تسليم. احنا كانت حتى الفترات الطويله اللي بنعملها غالبا طبعا كان الحمد لله يعني معظمها بتبقى قرايه قران، بنقرا قران
وقرايه الجرايد زي ما قال كريم. واللعيب الروش زي بقى ووكمان. ده اللي هو بالظبط ده اللي هو ده اللعيب اللي هو يعني مكسر الدنيا. فما كانش طبعا الوسيله دلوقتي الموبايلات بتكسر وقت الملل بشكل كبير قوي. بس سؤال حلو سؤال جميل يعني. طبعا فرق كبير, احنا بنتكلم في 30 سنه ولا حاجه, 93 94 في التسعينات. ولكن طبعا الفروق طبعا دلوقتي بقى الاعلام والميديا وحاجات كتير جدا. المستجدات دي بقى افادت ولا اضرت؟ يعني نتج عنها بقينا نشوف مواهب استثنائيه بالمقارنه بزمان, ولا وانا من الناس اللي شايفه كده ان زمان كان الوضع غير؟ لا الوضع غير خالص. زمان اعتقد ان احنا كنا بالنسبه للكوره كان التركيز فيها بشكل كبير قوي قوي, لان احنا الموبايلات دي قافه ما كنتش تقدر تسيطر عليها. هي بتربطك بالعالم, وممكن واحد مثلا يكون بيشوف اهداف, بيشوف ماتشات اوروبيه رهيبه بتفيده كلاعب او كمدرب. صحيح. او بشكل او باخر, هو اي حاجه ما بتعرفش تسيطر عليها بيبقى زي المخدر. لازم اي حاجه في الحياه تعرف تسيطر عليها, اعرف امتى استغنى وقت ما انا عايز, غير كده هيبقى مخدر يعني. طبعا مشكله كبيره, مضيعه للوقت رهيبه, غير ان هي بتفقدك تركيزك, بتديك تركيز بشكل صحيح. كبير جدا, غير انها طبعا بقى بتعمل طبعا المؤثرات اللي هي اللي ممكن تاثر على العين مستقبلا كتير جدا, حاجات كتيره جدا وبتاثر على فقرات. انا لسه كان معايا صديق دكتور فعلا قال لي خلي بالك بتاثر على فقرات الرقبه بشكل رهيب. رهيب. القعده مجرد القعده كده انت ممكن بعد كده مستقبلا تحس بالم في فقرات الرقبه. صحيح. فدايما الناس ما تطولش قوي. هي طبعا فيها ميزه بتربطك بالعالم, احداث جديده, احداث كانت سياسيه او رياضيه او ثقافيه. هو ديبيندز الواحد بيتفرج على ايه برضو يعني. في ناس بتضيع وقتها فعلا, في ناس لا يعني بتقرا اخبار او حاجه, بس برضو لازم بليمت معينه انت فاهم حضرتك. بالظبط, لازم اتحكم فيها بشكل او باخر. طيب خلينا بقى نرجع للي جاي, الفتره اللي جايه. سيبك من الجولتين اللي فاتوا, تعالى نتكلم بقى على شباب بلوزداد والماتش المرتقب يوم الجمعه الجاي باذن الله. واحنا كده كده طبعا بطبيعه الحال ولما ربنا يكرمنا ونصعد للمرحله اللاحقه هنقابل ناس اتقل بكتير من اللي قابلناهم قبل كده. بس تعالى نبتدي بشباب بلوزداد, وشايف اللقاء ده هيكون ماشي ازاي؟ مفيش شك اللقاء صعب, لقاءات شمال افريقيا كلها صعبه, ولو ان انا برضو ما بخش حق ميدياما ويانج افريكانز. فرقتين كويسين جدا متطورين بشكل رهيب. يعني فرقه يانج افريكانز كانت معانا يعني ند بالنسبه للنادي الاهلي, بدليل ان هم رجعوا للمباراه في الدقيقه 92, احنا سجلنا في الدقيقه 88. محتاجين تماسك شويه, خطا دفاعي طبعا, ورقابه ما كانتش كما يجب, سمحوا اللعيب بان هو يصوب في يعني في مسافه صغيره جدا, حوالي اربع او خمس لعيبه من النادي الاهلي كان ممكن تبقى الرقابه افضل من كده. ولكن ما بخس الدول الافريقيه فيها تطور رهيب, بقاش في ماتشات سهله زي الاول. ما هو يا خوفي هم يتطوروا واحنا واقفين. ما احنا لا, ما احنا يعني هنزعل قوي والله. لا 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 لا, ان شاء الله النادي الاهلي يكمل ونكمل بشكل كويس, احنا بنعرف نتفوق عليه برضو الدول الافريقيه. هو ده ممكن بيحصل اكتر. نتكلم بصراحه بقى ولا هنجامل؟ لا لا نتكلم بصراحه. اتكلم بصراحه, اقول اللي جواه. قولي وانا هرد. قولي وانا هرد. بس انا لما بتكلم ما احنا بنتكلم افاده ان احنا كلامنا يبقى ايجابي للاعيبه النادي الاهلي حتى لو فيها سن. لا هو مش على الاهلي بصراحه, هو على المنتخب يعني. انا بشعر, ولو من حضراتكم متفق معايا ولحضرتك يعني, منتخب مصر للاسف الشديد احنا كنا هنا مثلا والباقي هنا. تمام. بقى في فرق, سوري, منتخبات هنا لو انت بعيد بقى وهي تمام. مكمله وانت ثابت. الثبات في المستوى في بعض, ان لم يكن في معظم الاحيان, فشل. حتى لو انا عندي ثبات في المستوى, وده حاصل مع منتخب مصر للاسف الشديد. لما تيجي تتكلم عن المنتخبات, وقلنا الكلام ده قبل كده, زي الجزائر وعلى فكره تونس مؤخرا والمغرب وغيره بالضبط. من المنتخبات اللي بجد كانت بعيده قوي عنك, لما تيجي تواجهك بتبقى قلقانه. كنا بنشوف التصريحات دي زمان, كان دلوقتي الموضوع يعني بقى شبه ايكوال وفي ناس عدتها. كلام محترم. ده اللي يخوفني. ايه اللي وصلنا بقى للحاله دي؟ احنا في اوقات, انا زي ما قالت نهاوند, الثبات ممكن ما يبقاش نجاح. ما هو الثبات لازم على المستوى العالي. هو لو ما كانش ثبات على الصداره يبقى ملوش لازم. ملوش لازم بالظبط, ده اللي انا بتكلم فيه. واحنا سماتنا في النادي الاهلي, ولكن المنتخب حاله خاصه. المنتخب اللي احنا في الوقت الحالي شايف ان منتخبنا رغم كده بس منتخب قوي برضه, يعني عنده ثبات وعنده اتزان وعنده خبرات كبيره جدا. اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب, بس ترجمها لي بقى بالنتائج. ما هي دي النقطه. لا ما هي كنتائج تعتبر ماشيه الى حد ما, عشان احنا لسه ما دخلناش في الجد برضه. ما دخلناش في الجد, دخلناش والقرعه خدمتنا, خلينا منطقيين. دي حقيقه. قرعه كاس العالم خدمتنا خدمه كويسه قوي يعني. ان شاء الله اعتقد ان احنا هنعدي ونوصل يا رب. نوصل كاس العالم باذن الله.
ولكن بالنسبه ما بصش للثبات، انا ثابت واقول انا مستوى كويس وبكسب وما اغفلش الفرق الاخرى زي ما حضرتك بتقولي. طبعا الجونش اللي محسسنا بالمشاعر السلبيه دي انجاز التعبير هي فكره ان في زمن معين دايما بنتكلم احنا على 2010 ترجع لامجادك تتكلم على التاريخ كان مش المنتخب على حضرتك حته ثانيه وبتقل ثاني وبزخم ثاني يعني هل احنا بنعمل بشكل لا ارادي مقارنه بين اللي بنشوفه في الفتره الحاليه وبين الجيل الذهبي للمنتخب الاول المصري؟ زي وضع ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. ليه؟ لان احنا الجيل الذهبي للمنتخب المصري احنا بنتكلم في 13 سنه تقريبا من 2010 بالظبط 13 سنه دي زي ما قالت نهاوند في فرق ومنتخبات تطورت بشكل رهيب طبقا للعيبه المحترفين في الدول الاوروبيه، بتسيب احتراف وفتح الاحتراف والدنيا بقت بالنسبه لهم كويسه قوي يعني. بس احنا كنا بنتفوق على عدد المحترفين عندنا زاد نسبيا بالمقارنه بزمان، بس برضه مش بنفس الزخم الاولاني. ايوه مش بنفس الزخم الاولاني، بس احنا عندنا تركيز في الانديه الكبيره، دي ميزه بقى اللي احنا كسبناها دلوقتي. نتكلم على ليفربول، نتكلم على ارسنال، نتكلم عن فرانكفورت بالنسبه لمرموش. على لعيبتنا بقت تلعب في فرق كبيره، فرق كويسه، غير الاحتراف الايام اللي احنا كنا بنتكلم فيها من 2010 او ما قبل ما كانتش الصوره واضحه قوي بالنسبه للاعيبتنا. كانت اللعيبه اللي بتلعب في الانديه مع احترام للدول كانت دول يعني مش متميزه قوي، انما احنا دلوقتي بنتكلم على اكبر دوريات في العالم، فدي عامله فرق شويه. ولكن برضو حته الثبات، ارجع للسؤال اللي سالته نهاوند، الثبات ما بقاش انا ثابت واقعد اقول انا عندي ثبات في المستوى واغفل الاخرين اللي هيعدوني زي الدول الافريقيه. احنا دلوقتي بتلعب اي دوله افريقيه تبقى عندها تماسك في ادائها، معاها مدرب اجنبي موقفهم كويس على الاقل، حتى لو كواليتي اللعيبه بتاعتهم مش احسن حاجه زينا، ولكن عندهم مدربين بيشتغلوا بطريقه علميه سليمه فبتلاقيهم واقفين كويس. زي فرقه يانج افريكانز، يانج افريكانز زمان مثلا من 10 سنين كان يجي النادي الاهلي خمسه جوه وسته بره وعادي جدا، انما دلوقتي لا، دلوقتي ممكن ما عندهاش لعيبه مميزه قوي بس تحس بتنظيم في الاداء والاداء التكتيكي، الانضباط التكتيكي، الحاجات دي تلاقيهم هم متميزين فيها بشكل كبير قوي. كلام محترم والله. طب انا بحب ارجع للنوستالجيا قوي، وعايز استغل برضو وجود حضرتك لانك برضو من جيل جميل كابتن جمال، يعني اقول ايه، لا ماتشات كانت حلوه وكوره حلوه وجماهير حلوه وصحافه بتكتب ومنشطات تشدك، الوضع كان مختلف الى حد كبير جدا بصراحه. خلينا نسمع منك شويه نفس السيناريوهات دي لما كانت زمان، انا ببدا موسم والموسم ما كنتش متوفق فيه في البدايه وعندي اخطاء كتيره بس بكمل. زمان بقى كنتوا بتكملوا وبتوصلوا لايه، ودلوقتي نتفائل ولا لا؟ لان برضه الموضوع مقلق، خلينا نتكلم بصراحه. طول ما انا في النادي الاهلي لازم ندعو للتفاؤل بمنتهى الامان. تمام. احنا عندنا جزئيه كويسه قوي بنعرف نقول ايه، نجيب نفسنا بسرعه. الكامباك بتاعنا يعني سريع. الكامباك بتبقى سريعه. يعني احنا حصل لنا نفس الظروف دي من سنين، في سنه 92 كان النادي الاهلي فاق بطوله الدوري وما خدش، خدنا لا خدنا كاس مصر مع الكابتن اروى سلامه، كابتن صلاح حسني ربنا يديهم الصحه يا رب. وفي الوقت دوت لقوا الفرقه، حسوا ان الفرقه محتاجه شويه احلال وتجديد فجددوا. فكنت انا من ليا الشرف ان انا انضميت، وكان عمرو الحديدي ومحمود ابو الدهب وفيليكس ورضا عبد العال، كنا مجموعه تقيله. دخلنا في 93 فبدانا نستعيد مستوانا، خدنا دوري لمده 7 سنين لحد سنه 2000. فلما بتحصل دروب بسيط النادي الاهلي بيقدر يقوم بسرعه باولاده ولاعيبته وجهازه. شوف انت الجمال ده، 7 سنين ورا بعض. ها بالظبط، 7 سنين متتالية. دوري 7 سنين دوري، وحتى في 93 خدنا بطوله كاس افريقيا بالمسمى القديم للانديه ابطال الكؤوس. زي ما حضرتك قلت كده، كان عندنا مباراه مهمه جدا، كنا بنلعب نهائي مع افريكا سبورت في سنه 93. افريكا سبورت دي كانت من الفرق الثقيله قوي في افريقيا، وكانت كسبتنا السنه اللي قبلها برضه في النهائي وخدوا البطوله مننا. ورحنا بنلعب المباراه دي في ابيجان، والمباراه دي خلصت 1-1. كان محمد عبد الجليل سجل هدف وبعد كده هم تعادلوا في نهايه المباراه في الدقيقه 42 43، وكسبنا هنا احنا بهدف عادل عبد الرحمن ضربه جزاء، بضربه جزاء في استاد القاهره. استاد القاهره كان كومبليت. طبعا بالظبط، تحس بقى بقيمه النادي الاهلي في التوقيتات دي، لما النادي الاهلي جماهيره كمان او بيحس ان هو محتاج جماهيره، فبتلاقي الوقفه كويسه قوي. يعني هتلاقي في مباراه بوليسداد دي، شباب بوليسداد ان شاء الله ضد برج العرب، هتلاقي عدد جماهير طبعا المسموح بيه او اللي بيسمح بيه حسب المصرح بيه في الامن، هتلاقيه كومبليت. جماهير بتحب النادي قوي، تديهم دفعه رهيبه، ما تتاخرش. دي حقيقه ما تتاخرش. ولكن اللي ياخدني بقى في الفتره دي اكتر طبعا لمستر كولر بقى، مهم جدا جدا يعمل جزئيه عمليه التدوير دي بحساب بشكل لازم يكون
بشكل منطقي جدا بما لا يقل بأداء الفريق، في نفس الوقت أدي راحة نسبية للعيبة لأن أنا داخل على بطولتين جامدين جدا. ده حضرتك بتتكلم على التغييرات ولا؟ بتكلم على التغييرات وعملية التدوير في اللعيبة في أثناء المباراة ولا أثناء في العموم؟ المباراة أثناء المباريات، بعد مباريات، بعد مباراة بوليسداد أو بداية من مباراة بوليسداد. في فترة قعد عرضة للانتقادات بالزبط. من كل الناس عشان بيعمل كده، يا إما لأنه بدر بالتغيير أو أنه أخره أو أنه في أسماء تانية مش على هوا الجماهير وشايفة أن في أسماء أخرى هي اللي تستحق النزول. يعني كان في شيء من الإشادة لما دخل في الماتش الأخراني وقفش كمان في التوقيت اللي هو بين الشوطين، ففي ناس قالت لك طب الحمد لله هو يعني بيبدر افتخر التغيير بدري. طب أنا هقول حضرتك حاجة، مستحيل الجماهير هنجمع إن كولر هنقول مثلا في عملية التدوير أو التبديلات هو مش كويس. ليه؟ هو المدرب الوحيد أو هو الإحساس الوحيد اللي بيحس باللعيب وأنا محتاج التغيير في الوقت ده أو مش محتاجه في الوقت ده، أو عايز أدي لعيب فرصة زيادة شوية، ممكن يكون لعيب حاسس إن هو هيعمل له الفرق ولكن ممكن قد تكون صواب وقد تكون خطأ. الجماهير ما بتصبرش طالما ما النتيجة عكسية. إحنا النتيجة عكسية دي تعادل بالنسبة لنا بنعتبرها نتيجة عكسية طبعًا، ما بنتكلمش عن موضوع الهزيمة خالص دي. النادي الأهلي ما بنعترفش بالقصة دي. تعادل الدنيا بتتقلب زي ما حضرتك شفت ثلاث مباريات دلوقتي تعادل الدنيا مقلوبه وعندنا مشاكل، مشاكل في التغييرات، عندنا مشاكل في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن الخطيب لازم يتدخل في الوقت ده لان احنا ثلاث تعادلات في ست مباريات كتير على النادي الاهلي. طبعا مش محتاجه صبر، لازم تدخل سريع ان انا بلفت نظر المدرب لحاجه، بلفته للعيبه ممكن ما يكونش واخد باله منها كويس، بالنسبه للتغييرات التبديلات يبدا فيها التفكير ممكن يكون بدري شويه زي ما احنا بنقول، او تغيير قفشه كل الناس اشادت بيه لان هو حس ان احنا محتاجينه قوي، محتاجين بلاي ميكر. هو حرك الامور الحقيقه بالظبط، حرك الامور وحرك المهاجمين ونص الملعب. في فرق كبير، قفشه لعيب كبير وعنده وعي بشكل رهيب في الجزء الهجومي، فدي افادتنا بشكل كويس. انما انا اللي قلقان منه الجزئيه بتاعه الاجهاد. داخل على كاس العالم الانديه يوم 12 طبعا هنلعب مباريات هامه جدا جدا وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه باذن الله. يا ترى هيبقى مين بقى، الفريق النيوزيلندي ولا اتحاد جده السعودي ولا ايه؟ لا انا اعتقد اتحاد جده، اتحاد جده يعني عنده 10 انا اتوقع اتحاد جده برضه عنده 10 جامد اول مره طبعا، فرقه قويه جدا وعندها محترفين كتير. ولو اني ما اتمنهاش سيناريو لينا يعني هو يعني خلينا اقول حاجه، احنا لو قابلنا اتحاد جده برضه النادي الاهلي عنده من الخبرات الكبيره ان هو بيقدر يستمر في كاس العالم للانديه او على الاقل ماتشين. يعني ممكن نتكلم في بروزية، ممكن نتكلم لو ربنا كرمنا في حاجه ابعد من كده تبقى حاجه كويسه قوي. الاداء كويس ولكن احنا بالنسبه للاتحاد جده لا نقدر نشتغل معاهم ونقدر يعني نعمل نتيجه كويسه. ولو اوكلاند سيتي، لو اوكلاند سيتي تبقى احسن يعني حاجه كويسه، ولكن انا شايف اهدى شويه، اهدى بكتير يعني. انما اتحاد جده فرقه تقيله، عنده خمس برازيليين وعندهم لعيب كويس قوي برده من المغرب هداف عبد الرزاق حمد الله. الكره الاسيويه عموما متطوره برده جدا في الفتره الاخيره. الدوري السعودي برده خلينا ما نختاروش، الدوري السعودي قوي جدا قوي جدا. لسه كان من يومين ثلاثه مباراه الهلال والنصر، مباراه كانت على اعلى مستوى، مباراه كبيره جدا ومباراه ممتازه. يعني بصراحه انا بحب اتفرج على الدوري السعودي من زمان، خاصة الماتشات ما بين الخمس فرق الكبرى. كان هلال، اهلي، يا قبل التعديلات الاخيره والصفقات الاخيره قبليها. بتحب اصلا تتفرج على الدوري؟ كوره حلوه فعلا، لا يعني. كورتهم حلوه، اتطورت بشكل كبير حتى على مستوى المواطنين. يعني بالنسبه للمحترفين افادوا المواطنين بشكل كبير، دلوقتي مفتوحه بشكل جيد جدا، تحس ان هو دوري برضه ممتع تقدر تستمتع بيه. خلينا يعني نستاذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. مرحبا بحضراتكم، حديثنا لسه مستمر مع كابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق. طيب كابتن جمال، ممكن شويه بقى نروح للدوري؟ ماشي. نروح للدوري. لان البعض بقى قال لك ايه في التصريحات الاخيره، يقول لك الدوري احنا من كتر ما احنا واثقين في نفسنا، لان كمان المنافسين الاخرين والمنافس التقليدي لسه الزمالك. مش عارف ليه دايما نقول منافس تقليدي، بنقول الزمالك في حاجه معينه، لان هو فعلا المنافس التقليدي يعني هو اصلا يعني بترجع في الاخر يعني وتبقى اهلي وزمالك. عنده مش مشاكل كان في الفتره اللي فاتت، دلوقتي بيستعيد تاني يعني قوته مره تانية. اتمنى على فكره ده يكون كمان في اسرع وقت. لكن انت ما عندكش كومبيتيتور او ما عندكش منافس صعب دلوقتي قوي برغم كل الصفقات والتطوير اللي حصل في بعض الفرق بالمناسبة، لكن انت برضو مطمن. فهل ده ممكن يؤخذ ضدنا لو ما ركزناش اكتر زي ما كنت حضرتك بتقول في البداية الثقة الزائدة؟ لا ما فيش شك طبعا، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. يعني النادي الاهلي حتى لو عندنا ثقة، بس الثقة عمرها ما هتوصل للغرور عشان تؤدي للطريق العكسي او تؤدي للنتائج العكسية. لا النادي الاهلي ما فيش الكلام ده. الفرق بيننا وبين البيراميدز دلوقتي الاول فرق بونت، واحنا لا ماتش بيتأجل غير الماتشات اللي هتتلعب في الفتره اللي جايه دي. يعني احنا قريبين قوي من القمه،
لو كسبنا المباراه المؤجله بتاعتنا هنبقى بالظبط هنبقى اول، ولكن النادي الاهلي دايما بيركز في البطوله دي لان بطولته المفضله الدوري. الدوري بالظبط، الدوري اللي بيحسسك انت قد ايه قيمتك كبيره وقد ايه فرقه قويه تستحق الدوري. ليه؟ لان انت بتلعب حوالي بتاع حاجه و30 ماتش طبعًا. يعني دلوقتي 18 17 بتلعب 34 ماتش، يعني لازم اللي بياخد البطوله هو من يستحق اداء ولعبا وكل حاجه ايا كان. فبنلعب ماتشات طويله ذهاب وعوده وبتقدر تكسب الدوري. فالنقطه دي مش في النادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي لما بيجي الدوري بيبقى مركز فيه كويس قوي. ولكن طبعا احنا قافلين ملف الدوري نسبيا شويه رغم ان احنا عملنا تعادلين، ولكن برضو المنافسين الاخرين احنا هنفتحه قريب برضو بالظبط زي ما قلتي حضرتك، خسروا ماتشات اتعادلوا ماتشات زينا، النادي الاهلي فقدر بعضه وانتم مفيش مشكله. فالفتره اللي جايه دي لما النادي الاهلي يتفرغ تماما لبطوله الدوري نقدر نخلص حتى من دوري المجموعات على الاقل، كاس العالم الانديه بعديها هيبقى الدوري المصري برضو هيبقى احتكاك برضو محلي، لان احنا هنلعب اعتقد في بطوله السوبر هنلعب السيراميكا على ما اعتقد، وبعدين هنلعب نهائي مع الكسبان من فيوتشر وبيراميدز على تقريبا يعني. فدي بطوله بعد البطوله اللي جايه بتاعت السعوديه. فاعتقد ان بطوله الدوري دي لا وجه خاص النادي الاهلي وهنركز فيها كويس، والنادي الاهلي قادر ان هو يحسمها ان شاء الله. الحقيقه الفتره اللي كان فيها نادي الزمالك متعثر لاسباب كثيره الحقيقه يعني، وبضم طبعا صوتي صوت نهاوند في تفصيله ان كل الاهلاويه المنطقيين الاسوياء اكيد يتمنوا ان نادي الزمالك يرجع كما كان، عشان الفتره اللي كان متعثر فيها افقدنا كلنا جزء كبير من متعه المشاهده لماتشات الدوري. دي حقيقه مش كده برضه؟ دي حقيقه طبعا. انا الزمالك في طريقه للتعافي بصراحه يعني، واحسن قرار خدنا الزمالك دلوقتي ان موجود معاه معتمد جمال. معتمد جمال مدرب وطني ومدرب كويس وعنده خبرات عاليه جدا مع المنتخبات، فاعتقد انه واخد فرصته، ونادي الزمالك شايفه بدا يتعافى ونتائجه بدات تتظبط نسبيا، ممكن يبقوا احسن من كده. واحنا نتمنى ان شاء الله طبعا عشان الكره المصريه في الاخر تستفيد وترجع للمنتخبات طبعا. والمنتخب يستفيد بالظبط، واحنا بنحس بمتعه الكوره طالما ما النادي الاهلي الحمد لله ماشي كويس ونادي الزمالك بدا يتعافى وبعض الفرق الاخرى مش عايز بدأت. تفوز بسهوله برضه، الفوز بالزبط. بسهوله ما فيهوش متعه قوي. لا لا ما فيهوش متعه قوي، وبعدين محليا ما هو هيكشفك خارجيا. ايوه انت ممكن ما يبقاش ليك مرايه قويه، مرايه جيده تشوف فرقتك بشكل كويس في الدوري المحلي، ممكن تبقى مرايه خادعه، ولكن انت بتلعب دوري محلي قوي معاك ثلاث اربع فرق بتنافس بالظبط، فرق قويه مع وجود نادي الزمالك، فهتلاقي نفسك احتكاكها الخارجي بتقدر تتغلب على الفرق القويه خارجيا. هل من ضمن العناصر اللي تسببت في تقليل نسبه المتعه فكره ان الانديه التاريخيه الشعبيه حاجه زي الاتحاد المصري كذا كذا بقى وضعهم يعني لا يرثى له، وفي المقابل اللي خد مكانهم انجاز التعبير فرق وانديه الشركات؟ يعني ده كان موجود برضو انديه الشركات كتيره يعني مقاولون غيره من زمان، ما كانش بالصوره بس ما اثرتش على جماهيريه الانديه الجماهيريه بالزبط. دلوقتي مأثره بشكل يعني لا مأثره بشكل كبير طبعا، الامكانيات الماديه فرقت بشكل كبير عندهم طبعا، هم امكانيات بالنسبه لانديه الشركات عندهم امكانيات، عندهم دخل بيقدر يصرف منه ان كان من شركه او من هيئه او من وزاره ايا كانت، ولكن الفرق الجماهيريه بتعتمد طبعا على المجهود الذاتي بتاعها او الاكتفاء الذاتي بتاعها، ان كان دخل من 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 عضويات، ان كان حد عنده محلات في سوق من البطولات اللي بحصل عليها حاجات بسيطة، ودي مبالغ زهيده جدا بالنسبه للكوره دلوقتي وبالنسبه للاحتراف، ما يقدرش يجيبهم اثنين ثلاث لعيبه. فعشان كده الفرق دي كلها بدات عندها مشاكل كبيره، كل سنه بتعاني من اجل البقاء، بتصارع من اجل البقاء. سيطره راس المال افسدت واضرت ولا بالعكس يعني ساعدت؟ لا خلينا نكون منطقيين، في ناس اتظلمت زي الفرق الجماهيريه والفرق الشعبيه فرق المحافظات، ولكن اثرت الكره المصريه بشكل كبير. ما الفرق الكبيره اللي هي ظهرت دلوقتي باستثمارات كبيره جدا برضه افادت، بتعمل منافسه قويه، حتى بدليل ان هي لما بتبقى طرف لقاء ما بين اهلي وما بين زمالك لاي فرق من فرق الشركات الكبيره او الفرق الاستثماريه بتبقى مباراه قويه، بيبقى فيها كم كبير من اللعيبه، بتبقى فيها تقارب في المستوى حتى قرب في النتيجه. ولكن طبعا ممكن يكون الاهلي والزمالك بيتفوقوا طبقا لخبراتهم واستعداداتهم الجيده، نفسهم الاطول ولكن لا اثرت الكره المصريه ما اضرتش بيها يعني رايي الشخصي. ممكن يكون الفرق اتظلمت الجماهيريه، ولكن دي مشاكل المفروض هم يلاقوا لها حل بشكل او باخر، يبقى عندهم لازم عندهم استثمارات عندهم دخل. بس الوضع ما كانش كده يعني، اللي انا كنت بقوله زمان كان الوضع برضو زي دلوقتي، عندك فرق جماهيريه وعندك فرق شركات، ده بيصرف وده بيعتمد على الدخل الذاتي. طيب ليه الوضع زمان كان ان انديه او الانديه الجماهيريه هي اللي ناجحه، انديه الشركات ما كانتش يعني كانت تيجي بعدها، دلوقتي لا
يعني ما هو ده اللي انا مش فاهماه. حتى وقتها كان في راس مال طبعا مع الفارق في النسب، لكن السيناريو اللي احنا بنشوفه كان موجود زمان. لكن الانديه الجماهيريه كانت حاجه تانية خالص، جماهير كانت موجوده يعني كل حاجه كانت مختلفه، كانت موجوده وموجوده انديه شركات. ولكن الفرق دلوقتي في اسعار اللعيبه الرهيب. كان الاول لما زادت الانديه الجماهيريه تقدر. الانديه الجماهيريه عندها استثمار عندها او طبعا احنا بنستثني النادي الاهلي، احنا منظومه مختلفه، لا احنا في حته ثانيه يعني في حته ثانيه خالص دي يعني مع احترام الجميع الانديه طبعا. ولكن ما كانتش بالصوره دي. دلوقتي انت ممكن ياخد البادجت زمان او الموازنه زمان كانت تقدر تصرف بيها على لعيبه كتير، انما الموازنه في الشركات دلوقتي او الشركات اللي حضرتك كنت بتقولي عليها تقدر دلوقتي الموازنه ما تجيبش لعيب، ما تجيبش اثنين لعيب، ما تعرفش تصرف على اثنين لعيب. يعني كان زمان من ضمن انديه الشركات مثلا غزل المحله بالظبط، وكان حاضر بقوه بالزبط. ومنافس ورد قوي كل الفرق. لكن دلوقتي حاله موجود غزل المحله، فين بقى غزل المحله؟ ما فين غزل المحله عشان البادجت اللي بيتصرف على الكوره ما اقدرش انا اجاري بيه الانديه الكبيره. ده يا دوب البادجت اللي بيطلع ده ممكن 2 3 لعيبه. طب مش ممكن بقى يبقى في بديل؟ يعني مثلا يبقى الكشافين بتوعهم يعني يبقى في عمليه جلب المواهب استثنائيه مدفونه ما حدش يعرف عنها حاجه ومش هتكلفهم حاجه. ده اللي لازم يشتغلوا عليه الانديه الجماهيريه اللي هي تطلع دلوقتي قطاعات الناشئين، تطلع لعيبه زي ما حضرتك بتقول، ان انا يبقى عندي الكشافين، عندي قطاع ناشئين، عندي رئيس قطاع ناشئين، ناس تدور على المواهب المدفونه دي وابدا اطور وابدا في الاخر افيد الفريق الاول واقدر في نفس الوقت حتى ابيع لاعب. استثمار دي والله يفتح عليكم. ده الاستثمار ده السبيل طبعًا الوحيد اللي حضرتك قلته ده، مفيش سبيل تاني. ما هو هيعملوها ازاي؟ خلينا نمشي واحده واحده برضو كابتن جمال في الاربع دقائق اللي فاضلين، نخليهم في الملف بقى ايه؟ طيب طلبه فتحتوه يعني طلبه فتحتوه دلوقتي الانديه اللي هي هنقول جماهيريه ما عندهاش دخل عالي، او حتى انديه الشركات القديمه اللي ما عندهاش دلوقتي ما يسمح ان هي تعمل او تضخ مبالغ كبيره، بنطالبها عشان تطور ان هي تهتم بقاعده الناشئين. اصلا هي مش قادره تهتم بالفريق الاول عشان تهتم بقاعده الناشئين، وما عندهاش تصرف ان هي تجيب مدربين جيدين اصلا. لا تجيب المدربين موجودين، ولكن ان انا جهه الصرف لازم تبقى نمره واحد على الملاعب. لازم، لان الملاعب اللي انا بسمع وكنا بنروح مثلا واحنا وانا دلوقتي كمسؤول في نادي فيوتشر، الملاعب مشكله كبيره في الانديه دي خاصه بادجت حتى تاني. دي عايزه بادجت تاني خالص. الريسك بتاعها بسيط، البادجت بتاعها مش عالي. يعني انا بعمل ملاعب بشكل جيد على الاقل اعملهم جيل صناعي. الجيل الصناعي ده بقعد ما بصرفش عليه 5 6 سنين على الاقل، ولكن مستوى المدربين هناك برضو في مدربين عينهم كويسه ويقدروا يجيبوا لعيبه كويسه. زي ما هم المحله صناعه المحله مصنعه المحله امام عاشور، صناعه نادي المحله يعني يقدروا يعملوا امام عاشور واحد واثنين وثلاثه. كل فين وفين بقى بيطلع لنا حد. ما هو بيطلع بس يعني. موجودين كواليتي اللعيبه موجود كتير جدا في الاماكن دي، وممكن نطلع اكتر لو في تركيز. يطلعوا محتاجه تركيز بس، في مدربين كويسين وعينهم كويسه ويشتغلوا كل حاجه، ولكن انا محتاجه بس من الاداره الاهتمام بالملاعب والاهتمام بقطاعات الناشئين شويه، مصروفاتهم تبقى معقوله، مرتبات المدربين تبقى معقوله شويه، يعني حسن لهم مرتباتهم، يجيبوا لهم لبس كويس. كل اللي انا بتكلم فيه ده خلي بالك حاجات بسيطه قوي، لعيب او اتنين يعوض كل المصاريف اللي انا بصرفها ممكن في 10 سنين. فريسكها مش كبير. ده اللي اقدر اشتغل. مثلا قاعده ناشئين مقاولين مثلا، ولا قاعده ناشئين نجونه ولا زاد، اكيد في فارق برضو كبير جدا. لا بالفارق طلع محمد صلاح بالمناسبه. الفارق المقاول طلع محمد صلاح. عشان كده بقول ويقدر يطلع ويقدر بس يطلع. حاليا بقى ايه؟ نادي المقاولين عنده ملاعب وعنده مدربين كويسين. قارني ده بالشركات الحاليه. بالشركات، ما هو الشركات دلوقتي عشان هو بيجي انا عايز اهتم بفوق بس، معظم الشركات اللي اشتغلت دلوقتي او الاستثمارات، ولكن قطاعات الناشئين دي منجم ذهب عليه على كل نادي يهتم بيه. نهتم يعني يا ريت. دي بقى النقطة اللي هنختم بيها مع حضرتك حلقتنا النهارده. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا جدا. نورتنا كالعادة كابتن جمال والله. نشوفك قريب بإذن الله. شوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.